اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده وليله جديده وبرنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدينا بروح معنويه ان شاء الله مناسبه لمباراه بكره. ان شاء الله طبعا لا صوت يعلو فوق صوت معركه صن داونز. ان شاء الله يكون لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني موفقين بشكل كبير امام صن داونز. عندنا كلام كتير جدا عن صن داونز، كلام مختلف، احصائيات فنيا، كل شيء النهارده عن صن داونز باذن الله هيكون فقره اون سبوت. لكن طبعا لازم نبارك لرجال فريق الطايره، الفريق الاسطوري للنادي الاهلي، فريق الطايره فريق بروح النادي الاهلي، يعني يعي جيدا فكره التسيد سواء افريقيا او عربيا بعد ما حصد لقب البطوله العربيه عشان يصل للرقم 7 اللي كان وصل ليه نادي الصفاقسي التونسي ليتساوى النادي الاهلي مع الصفاقسي. وطبعا التفوق الافريقي الكاسح لفريق بطوله فريق النادي الاهلي طايره موجود، وكده يبقى تسيدنا افريقيا ومحليا وعربيا. مبروك لرجال فريق الطايره بقياده اللاعب القديم في النادي الاهلي والمدرب الحالي ميدو مصلحي. اعتقد نتيجه ايجابيه يا فارس، تحقق بطوله فريق الطايره السنه اللي فاتت بحق دوري وكاس وافريقيا، والسنه دي كمان بيحقق البطوله العربيه وافريقيا، وميدو مصلحي عامل شغل كبير جدا مع رجال الطايره. بس احمد، فريق كره الطايره في النادي الاهلي من الفرق اللي صعب تغزلك للامانه، يعني في اي بطوله دايما بيكون المرشح الاول. مجموعه الخبرات والتراكمات اللي بقت عند الفريق ده وشخصيته يا احمد هي اللي بتحسسنا ان دايما اي بطوله داخلها هو المرشح الاكبر، هو المرشح الاول ليها. وكمان ثقه الفوز اللي مختلف كتيره جدا جدا عن بعض الفرق في الالعاب الجماعيه، لان الفريق ده انت فعلا عندك جيل فارق قوي عن اقرب منافسيه، فما بتلاقيش المنافسه اللي هي زي بعض الالعاب اللي بتخلي فيه صعوبه شويه في حسم البطولات. ونتمنى ان هي تحزو حزو فريق كره الطايره. فريق الطايره مش جيل واحد، هي اجيال بتسلم بعض. بالامس كان ميدو مصلح وماجد مصطفى والكابتن حمدي الصافي مع احترامنا طبعا للجميع، اليوم احمد صلاح طبعا الاسطوري وبقياده برضه ميدو مصلحي عشان النادي الاهلي يحقق 7 ألقاب ممكن نستعرضهم على الشاشه. البطولات العربيه، البطوله الاولى او اللقب الاول كان عام 1987 وكان على حساب القادسيه الكويتي، واللقب الثاني كان عام 2001 على حساب نادي الزمالك اللي بنقول له هارد لك لانه كان هو المنافس بالامس. اللقب الثالث عام 2002 على حساب العرب القطري، واللقب الرابع عام 2005 على حساب الهلال السعودي، واللقب الخامس عام 2006 على حساب الاهلي السعودي، واللقب السادس عام 2010 على حساب الهلال السعودي، واللقب السابع بعد غياب 10 سنوات على حساب نادي الزمالك. النادي الاهلي تفوق ب3 أشواط مقابل لا شيء، كان مشوار قوي للبطوله. طبعا كل الشكر والتقدير لرجال فريق الطايره بالنادي الاهلي، رجال على قدر النادي الاهلي. عشان كده كان الرجال دول في الموعد، وكانت رساله للبعض اللي اعتقد ان هو يقدر يتفوق عليهم، كان الرد امبارح في الملعب. واحمد صلاح حاله مميزه، حاله خاصه في الفريق ده. بعض اللاعبين في اللعبات الاخرى باستثناء كره القدم بتكون نجوميتهم مش على قدر تألقهم، لأن اللعبات دي لازم نقر إن هي كانت لفترات طويلة جدا مظلومة، ولكن أحمد صلاح حالة استثنائية، لاعب فعلا جمهور النادي الأهلي بيقدره، اللاعب فعلا شكل النادي الأهلي بصفات النادي الأهلي بعقلية النادي الأهلي وأهدافه. أحمد صلاح امبارح اتسبب في 5 نقاط مهمة جدا في المباراة، سجل النقطة 21 و22 وإرسالاته تسببت في نقاط حاسمة زي النقطة 23 و24 و25. نشوف الفيديو اللاعب قدر يبان ازاي الفارق اللي صنعه ونرجع لكم تاني. إرسال استقبال ممتاز، إعداد أحمد صلاح تاني، حوائط صد ولكن خارج الملعب. أحمد صلاح بياخد وقته على الإرسال، تركيز عالي، ارسال استقبال خاطئ في وقت صعب جدا. ارسال تاني، استقبال عفيف وعفيف، استقبال خاطئ. نقطة المباراة ولا ايه؟ هنشوف. استقبال ونقطة المباراة فعلا، وقلت لحضراتكم خطأ في الاستقبال عند لاعبي نادي الزمالك. رسالات قاتلة، يعني اعتقد انت لو لاعب في الفريق الاخر وارسال من احمد صلاح اعتقد انت تكتفي بالمشاهدة والاستمتاع بلعبات احمد صلاح.
تحديدا يا فارس دي نقاط حسم اللقاء وحسم البطوله، وكان الزمالك متقدم 22-21، فيكون التركيز بالشكل ده وبالقوه دي. طبعا الكابتن احمد صلاح غني عن التعريف على مستوى كره الطائره، وكذلك الكابتن عبد الله عبد السلام، اللي الحقيقه الاثنين في فتره ابتعادهم عن النادي الاهلي صنعوا تاريخ لانديه اخرى، وتاثر بالفعل النادي الاهلي بغيابهم، لان بالفعل لاعبين على مستوى عالي جدا من الناحيه الاحترافيه وكمان الناحيه الفنيه وكمان الجوانب الانضباطيه والروح الرياضيه العاليه اللي دايما بالنادي بيها. استكمالا للحلقه اللي فاتت قلنا فكره ثقافه الفايز وثقافه المهزوم، كابتن عبد الله عبد السلام بيدي انطباع او بيدي رساله لفكره ازاي لما تفوز تتصرف في المواقف دي. عندنا لقطات شهيره طبعا للكابتن عبد الله عبد السلام وهو مع لاعب من لاعبي نادي الزمالك الواعدين ولاعب جيد جدا هو الكابتن هيكل. نشوف فيديو الكابتن عبد الله عبد السلام عشان نعرف يعني ايه ثقافه الفوز. زي ما حضراتكم شايفين اللقطه طبعا هو اللي على الجانب الايسر، طبعا الفريق لما يكون لاعب جيد ولاعب بتكلم عن لاعب الزمالك طبعا ولاعب كان مؤثر جدا في المباراه والحقيقه لاعب ممتاز جدا، طبعا بيعز عليه فكره خساره لقب فبيكون الامر صعب عليه، لكن هي دي ثقافه لاعبي النادي الاهلي وفكره لاعبي النادي الاهلي، لان في النهايه هي دي الرياضه، هي دي الروح الرياضيه. فكره النهارده انت منهزم بنقول لك هارد لك، بتكسب بنقول لك مبروك. الفكره كلها ان جيل النادي الاهلي في الطايره جيل اسطوري، فعارف يعني ايه فكره بطولات وحصد القاب، فبالتالي برضه عارف يعني ايه فكره ان هو يدعم الفريق المهزوم ويقف جنبه. اعتقد رساله مهمه جدا من احد كباتن النادي الاهلي واحد اساطير النادي الاهلي في الكره الطايره فارس. بص يا احمد، دي لقطه بتعكس حاجه اسمها الاتزان النفسي. انت بطل ومهيئ ومستوعب فكرة ان انت بطل وان انت فعلا المؤهل للبطولة، ازاي بتقدر نفسيا تحول المشاعر بتاعت الانتصار، واصعب حاجة انك تسيطر على حد من ساعة الخسارة، لا ده ساعة الانتصار، لان انت بيكون عندك كل المشاعر النفسية اللي تقدر تخليك تكون حاسس بالغرور او الانفلات او التعالي. دي مش ثقافة النادي الاهلي، بالعكس اللاعب اللي بيقدر كويس جدا يروح للاعب المنافس، وزي ما انت قلت يا احمد ملحوظه كمان مهمه ان ده لاعب متفوق في الفريق الاخر، مش مجرد حتى لاعب عادي، فانت كمان بتروح للاعبين المؤثرين، نوع من ان انت عارف ان الرياضه منافسه. بس هل دي لحظه وليده الصدفه؟ اكيد في النادي الاهلي لا، لان شفنا شريف اكرامي استعرضنا الحلقه اللي فاتت ونقدر نعرض الصوره عماره وهو ازاي شريف اكرامي بيقابل اللاعبين بتوع الزمالك في مباراة السوبر القبل الماضية، وإزاي بيعمل دور القائد ودور النادي الأهلي في أن أنت عارف يعني إيه فوز قبل ما تكون عارف يعني إيه هزيمة، ومشاعر الفوز والاتزان النفسي اللي بيكون موجود عند الفوز. ودي رسالة لكل الناس، دي المشاعر اللي احنا برضو كإعلام، لأن الإعلام انعكاس ومردود بيبروزها، عشان كده رسالة ضمنية لبعض الصفحات دون حديث عن أسمائها وهي كبيرة رياضياً. اللقطات اللي انت بتجيبها ممكن تثير تعصب، ده مش وقتها، نتمنى نبروز اللقطات الجيدة عشان تبقى رسالة مجتمعية لكل الناس ان لازم نبروز اللقطات الجيدة ونتجاهل اي حاجة فيها اساءة وما نحطش سبوت عليها. قاعدة الرياضة يا فارس تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمة، واعتقد النادي الاهلي بيطبقها بشكل زي ما شفنا حضراتكم سواء على مستوى كرة الطائرة او على مستوى كرة القدم، ثقافة فوز وايضا موجود ثقافة هزيمة، ازاي نتعامل مع الموقفين. ولكن بما اننا استعرضنا لقطات لكابتن شريف اكرامي عن سوبر سبتمبر، ففي احداث حصلت في سوبر الاسبوع الماضي، استوقفت لجنة الانضباط واصدرت بعض القرارات، حابين طبعا وطبعا النادي الاهلي طلع بيان، فحابين نلقي الضوء عليها سواء قرارات لجنة الانضباط او بيان النادي الاهلي. دي قرارات لجنة الانضباط زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، ايقاف كل من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي وامام عاشور لاعب الزمالك واحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهايه الموسم وغرامه ماليه قدرها 100,000 جنيه، ايقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامه ماليه 100,000 جنيه، ايقاف عبد الله جمعه لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامه 50,000 جنيه، وايقاف كل من ياسر ابراهيم وجونيور اجاييه لاعبي الاهلي مباراتين وغرامه 50,000 جنيه لكل منهما، تغريم كل من النادي الاهلي ونادي الزمالك 100,000 جنيه، ومنع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200,000 جنيه. دي كانت قرارات لجنة الانضباط، البعض كان له بعض الآراء أو بعض التحفظات على هذه القرارات وبعض الحيثيات لم تلقى قبول عند البعض،
واعتقد النادي الاهلي اصدر بيان. حابين برضه فارس نستعرض بعض الجوانب الرئيسيه في بيان النادي الاهلي، لان الامر زي ما حضرتك شايف او زي ما انت شايف فكره كهربا ايقاف لنهايه الموسم او امام عاشور ايا كان سواء لاعب اهلي او لاعب زمالك، موضوع كان عنده بعض الملاحظات. بس احمد، منهجيه النادي الاهلي في مثل هذه القضايا هو ان النادي الاهلي بيقيم الموقف ومفيش فكره الاعتراض لمجرد الاعتراض. النادي الاهلي قد يكون في عقوبه، ممكن انت تعتقد ان اللاعب اخطا، ولكن ايه حيثيات العقوبه؟ ايه ظروف العقوبه؟ ايه ملابسات اتخاذها؟ لان النادي الاهلي ما بيبصش بالعين الخاصه بالموقف ده بس، هو بيرى في نفسه ان هو ممكن يصدر عنه رد فعل للعقوبات او للقرارات قد تؤتي بعد كده مبرر ان انت تقدر تفتح الباب كاتحاد كره ان ما يكونش عندك تفسير لبعض الاشياء. وهنا البرنامج يا احمد ده من اول من بدايه الموسم يا فارس، واحنا دايما بنتكلم عن فكره اللوائح والقوانين مش وليد الصوت واستعراض اللوائح يا جماعه، وطالبنا بلوح اكثر من مره. احنا هنا فضلنا كل مره نؤكد ان النادي الاهلي من خلال بعض المواقف ما عندوش الشيء الاسترشادي اللي يخلي، ونبهنا يا احمد ان هتحصل بعد كده ازمات هيكون السؤال فيها بتستند لايه وبتتحرك ازاي، وورينا قبل كده الناس بره بتتعامل ازاي. النادي الاهلي في بيانه قال في بدايه البيان رفض كل العقوبات الصادره على لجنه الانضباط والاخلاق باتحاد الكاف حق لاعبي الاهلي وعدم الاعتداد بها. ليه اسباب الرفض؟ النادي الاهلي طبعا ما سابش القضيه مبهمه وقال للاسباب التاليه: اولا عقوبات صدرت وفق لائحه لم يتم اختارنا بها ولا نعلم عنها شيئا، رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد الكرة 3 مرات لموافاتنا بنسخة منها، ولم نتلقى أي رد، علما بأن قيام اللجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يكن بموافقة الجمعية العمومية. هنا النادي الأهلي لما بيتكلم هو ينتظر منك رد، لأن النادي الأهلي ما فيش حاجة اسمها أنا نشرت على الموقع وبتدخل على السايت شفت صعوبة الوصول وأحيانا تتحط وأحيانا ما تكونش موجودة، وكابتن شوبير عمل دور في أن هو عرض ده إزاي كان بيحصل. فالنادي الأهلي بيتكلم كمان عن اعتماد اللوائح وشكلها التنظيمي اللي يخليها لها حيثيات معتمدة، وده اللي غاب عن اللائحة الخاصة بالعقوبات. ثانيا، عقوبات غير عادلة وهناك ازدواجية في المعايير عند معاقبة البعض، بل ولم ترضع من ارتكب الفعل الفاضح وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبطة بنفس الشأن اللي برضو حصلت فيه القرارات. ثالثا، تجاهلت لجنة الانضباط والأخلاق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما قامت بتوقيع عقوبة انتقامية وقررت إيقاف أحد لاعبي الأهلي وحرمان المشاركة في المباريات لنهاية الموسم دون إجراء تحقيق معه، وهو أمر تم النص عليه في لوائح الفيفا، فيما تم تفصيل عقوبة لمن ارتكب الفعل الفاضح وهو يستحق عقوبة أشد وفقا للوائح. بالضبط. عندنا بعض البنود الأخرى يا أحمد، ده السبب الأول اللي هو فكرة الرفض للقرارات وما ترتب عليه. أنا استعرضه في زي ما هتشوفه على الشاشة برضو، فكرة النادي الأهلي هيعمل إيه بقى تجاه رفضه للقرارات دي. أول حاجة النادي الأهلي قال إن أنا هرسل شكوى للفيفا بيختصم فيها اتحاد كرة القدم أو اللجنة المؤقتة، لأنها من وجهة نظر النادي الأهلي تخلت عن الحياد وهي في موقع المسؤولية. النقطة الثانية إن النادي الأهلي هيتخذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. حضراتكم لو تلاحظوا كل كلمة النادي الأهلي بينطقها هي وفقا للوائح. الفكرة كلها إنك تطبق اللوائح، والنادي الأهلي أول نادي هينصاع لتطبيق اللوائح. واللائحة المعتمدة للاتحاد المصري والميثاق الأولمبي أمام كل الجهات المعنية والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية كياس لإلغاء هذه القرارات. التحفظ على سياسات واداء اللجنه المؤقته التي تدير اتحاد الكره والتي طالما لم تلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع وعدم التعاون معها لحين انتهاء فتره توليها المسؤوليه، خاصه بعد القرارات المتناقضه التي اتخذتها هذه اللجنه في الفتره الماضيه والتي انحازت فيها للبعض على حساب الاخر، الامر الذي يعكس عدم وقوفها على مسافه واحده من الجميع. اذا النادي الاهلي رفض العقوبه وبناء وطلب عن قال مسببات رفض العقوبه، وبناء عليه اتخذ بعض الاجراءات، لان في النهايه الفكره كلها ان في زي ما قلنا احنا محتاجين لجنه مؤقته بتتكلم بشكل احترافي. نتمنى قلنا من بدايه البرنامج ان احنا النادي الاهلي تحديدا لو التزمت مع فكره لوائح وقوانين هيكون اول نادي يساعدك على النجاح. الكلام ده قلناه في بدايه تعيين اللجنه المؤقته، قلنا بس التزم بفكره اللوائح والقوانين. النادي الاهلي طالب مرارا وتكرارا بفكره ابعتوا لنا اللوائح، ارسلوا اللوائح. فكره الاكتفاء بانك
تقول اصل اللوائح على الموقع الاتحاد او اشياء من هذا القبيل، قلنا بتتعارض تماما مع فكره الاداره داخل لكل منظومه كره القدم في مصر. الاهم من كل ده ان طلعت عقوبات كتير جدا ما كانش لها مسببات، فكان النادي الاهلي بيطالب دايما بالمسببات، وان ازاي انت هتعاقبني وانا هرضى بالعقوبه دي وانت مش بتقول لي اسبابها لوائحيا، وعلى اي اساس هيتم تعامل فيما هو قادم مع العقوبات الاخرى او التجاوزات الاخرى. ده بيطالبه النادي الاهلي من اول الموسم الفارس. ومع ذلك وصلنا للنقطه اللي كانت بتستدعي من اتحاد الكره سماع كلام العقل. انا مش هقول سماع كلام النادي الاهلي طبعا، لان النادي الاهلي هو نادي تحت مظله اتحاد كره القدم، ولكن سماع كلام العقل والمنطق واللوائح والقوانين اللي بتطبق في اي منظومه رياضيه في العالم. بص يا احمد، الناس في اتحاد الكره عندها مشكله صغيره وانا لاحظتها، وحتى من الحديث مع بعض اطراف اتحاد الكره بعيدا عن البرنامج، في مشكله الناس برضو بتنظر في نفسها نسبيا ان هي اللي بتدير، اذا انا مش محتاج اسمع حد. لا، قصه مش كده خالص. مواقف النادي الاهلي، وده هنحتاجه في نهايه الحلقه، كلها احمد مواقف تاسيسيه مش انفعاليه. يعني انا النادي الاهلي ما بيتكلمش في حاجه تخص صالح النادي الاهلي، حاجه تخدم مصالح النادي الاهلي. النادي الاهلي بيتكلم في امور تاسيسيه تخص المسابقه وشكل المسابقه احترافيا. لما اسمع هنا للنادي الاهلي ده شيء لا يقلل مني، والاستجابه للنادي الاهلي في هذه المطالب هو مش استجابه لنادي بعينه بقدر ما هو استجابه لامور انضباطيه تخص المسابقه كلها. عشان كده لما نلاقي ان احنا احمد وقعنا في فخ واضح جدا زي ان انت بتقول ايقاف كهرباء لنهايه الموسم، النوعية دي من العقوبات هي أساسا بتنافي كل أنواع العقوبات والقوانين حتى خارج رياضة كرة القدم. مفيش حاجة اسمها عقوبة لنهاية الموسم، العقوبة محددة بأجل. هتقول لي نهاية الموسم هو أجل محدد؟ الكلام ده مش حقيقي. العقوبة قد تكون 6 أشهر أو عقوبة لمدة سنة أو عقوبة لعدد من المباريات، زي لو بصينا لبعض العقوبات الخاصة من الاتحاد الدولي شفنا الصورة دي، هنشوف إن الاتحاد الدولي بيتكلم فيها عن مدد واضحة تخص العقوبات. هنا البند A بيقول ان الايقاف بيكون لعدد معين من المباريات او مده زمنيه محدده. نهايه الموسم دي جمله فضفاضه جدا، ما تقدرش انت تحكمها، ما تقدرش انت تحددها. هل نهايه الموسم انت عندك مسابقتين اللي هما الدوري والكاس والثالثه السوبر، والثالثه السوبر احنا شفنا السوبر بيتلعب سنه كام؟ هل دي بطوله تخص، انت بتتكلم البطوله دي تخص هذا الموسم، هل الموسم ده ولا اللي بعده؟ بالزبط. الكاس احيانا شفنا احمد كان بيمتد ازاي، ونلاقي نفسنا دخلنا في الموسم الجديد في الدوري ولسه بنلعب مسابقه كاس مصر القديمه وبتاعه الموسم. فانت بتتكلم نهايه لنهايه الموسم ازاي؟ دي عقوبة ظالمة جدا ومجحفة جدا. حتى الاتحاد الدولي أو لجانه زي الكاس أو لما بتصدر عقوبات خاصة باللاعبين لإيقافهم بتراعي سلامة اللاعب رغم ارتكابه مخالفة وهي بتوقفه، وبتقول إن هي بتوقفه لمدة محددة. أما فكرة نهاية الموسم هي عقوبة فيها إذعان شديد جدا لحقوق النادي الأهلي، وده اللي كان مسار اعتراض وتحفظ من النادي الأهلي. خاصة يا فارس، وفي أمرين. الأمر، عقوبة نهاية الموسم دي بتستدعي تحقيق مع اللاعب. ما حصلش تحقيق مع اللاعب، ده احنا قلناه في البيان. الفكرة بتاعت هو ليه النادي الأهلي قال في تناقض في التعامل، لأن بعض العقوبات تم التماس العذر فيها للاعب لأن تعرض لسباب جماعي، وفي الناحية التانية أو في الجهة المقابلة لم ينفس العذر للاعب.
احنا هنا نقول للجنة الخماسيه شابو، انت قلت الخطا فين وقلت نصوص المواد ايه وفقره كام، هو ده اللي احنا كنا عايزينه بالظبط. لما تيجي تختار اي عقوبه سواء بقى انضباطيه او صادره من لجنه المسابقات تكون مسببه وفي لائحه وفي نص ماده، لان لا اجتهاد مع نص. انا لما يوصلني نص ماده في بدايه الموسم خلاص، اللاعب اللي عندي اخطا او المدير الفني او اي حد في عناصر منظومتي اخطا وعارف مسبقا ان في اللائحه دي عقوبتي، انا هعترض على ايه؟ انا هعترض على ايه؟ انا مش هعترض على حاجه. فلما انت كاتحاد كره او كلجنه خماسيه اعرف ان في فرق بين قرارات لجنه الانضباط وقرارات لجنه المسابقات، لكن في النهايه انت في قرار لجنه المسابقات عن مباراه الدوري اعلنت بوضوح المواد ونصوص المواد. طب انا اقول لك المشكله جايه منين. المشكله جت من انت في عقوبه نادي الزمالك انت عندك ماده واضحه انت عايز تحتكم اليها، فلما احتكمت اليها عندك المواد الواضحه اللي بتديك الصلاحيه ان انت تاخد العقوبه دي اللي هي 3 نقاط بتوع المباراه و3 نقاط في نهايه الموسم. مشكله كهربا مختلفه. مشكله كهربا ان انا عارف اقصى عقوبه لو انا عايز اعمل واستند لبنود ومواد، لا في اللائحه على فكره المواد الخاصه اللي احنا عرضناها قبل كده كنا بنستعرضها في عدد المباريات، بس هنا الفكره ان انا عايز اوقع عليه عقوبه خارج اللائحه بس من غير ما يبقى الموضوع شكله وحش فاتقال لنهايه الموسم او العقوبه بدون اجل. فده اللي عمل الخلط، ان انا عايز اوقع عقوبه مش منصوص عليها بشكل واضح في اللوائح والقوانين، وهنا بتحصل المشكله. نحب بس اضيف نقطه لان اثارت جدل على السوشيال ميديا فكره خصم 6 نقاط ولا 3 نقاط. بالفعل قرينا اللائحه، اللبس حصل من ان اتقال كده في اللائحه او في الماده خصم 6 نقاط منهم نقاط المباراه، يعني المباراه اللي ما ذهبش ليها نادي الزمالك او اي نادي اتخصم 3 نقاط. وبالمناسبه اللائحه دي موجوده من ايام الحاج عامر حسين، واعتقد حصلت مع فريق النصر برده كان ما ذهبش المباراه وحصل برده خصم 3 نقاط المباراه و3 نقاط في نهايه الموسم. احنا هنا بس حابين نوضح حاجه، ان كل شيء بيخص اللوائح والقوانين احنا معاه وبندعمه، بس الامور تكون واضحه. احنا محتاجين نشوف الوضوح ده، لكن أصداء مباراة الأهلي والزمالك التي لم تلعب أثارت حفيظة بعض رواد السوشيال ميديا، وبدأ كلام عن فكرة انسحابات وتناول النادي الأهلي بعدد معين من الانسحابات. فإحنا كنا شايفين بعض الأشياء المغلوطة تاريخيا فكان لازم نتوقف عندها. بص يا أحمد، ما يقرب من 100% من مواقف النادي الأهلي لها ما يبررها من أسانيد واضحة وصريحة في كل المواقف. لما بدأ الكلام يجي عن موضوع الانسحاب وشفنا الزمالك خد قراره، طبعا من حق أي فريق يتخذ القرار اللي هو بيراه مناسب ليه، بغض النظر عن الزمالك هو مش شايف نفسه منسحب، وده برضه هنحتاجه تاني في الحلقة. هنيجي لنقطة مهمة جدا في أعقاب فكرة الانسحاب، بدأت الناس تتحدث عن انسحابات بعيدا عن سياقها، ولو أنت عايز توضح أي حاجة لازم ترجع للسياق وتشوف اللي حصل وتبرر الموقف، وبعد كده تشوف هل ده فعلا يفسر انسحاب للنادي الاهلي ولا حاجه النادي الاهلي خد حقوقه فيها، لان اللي بيترتب عليه ان النادي الاهلي هو صاحب الحقوق بينفي عنه فكره ان هو اكيد طرف منسحب. هنيجي لوقعه اولى من بعض الوقائع اللي تم استعراضها، وهي مباراه الاهلي والمصري في كاس التفوق، او زي ما كان بيتقال وقتها كاس الامير فاروق قبل ما يكون ملك، في 6 مايو 1930. اللي حصل في الواقعة دي وهو ان النادي الاهلي كان عنده مباراة في الدور قبل النهائي في هذه المسابقة مع النادي المصري، وكان على الجانب الاخر بيلعب الاتحاد السكندري مع فريق الترسانة، وفاز فريق الاتحاد ووصل للنهائي في انتظار الفائز من مباراة النادي المصري والنادي الاهلي. حصل ان المباراة توقيت بدايتها اتأخر لبعض الوقت أو لمدة زمنية محددة، ربع ساعة. ربع ساعة بالظبط. نستعرض برضو الخبر يا عمارة معانا عشان خاطر الناس تبقى بتقرأ النص اللي حصل واضحا. وتأخرت المباراة، الحكم وليس النادي الأهلي، هو زي ما بيتقال كده في الخبر، حدث أن النادي المصري نزل متأخرا عن الموعد المحدد لبدء المباراة ربع ساعة. انتهت المباراة بالتعادل، ولما انتهت المباراة بالتعادل، المباراة انتهت بالتعادل، امتنع الحكم
حضرة رضا أفندي عثمان ومن ورائه النادي الأهلي عن اللعب وقتا إضافيا. كان المفروض المباراة لو انتهت بالتعادل يروحوا لوقت إضافي. الحكم هو اللي أخذ القرار، وبالتالي الأهلي امتثل للقرار لأنه برضو يرى فيه أنه هو القرار الصحيح إن يتلعب وقت إضافي. الحكم رفض والنادي الأهلي رفض، لأن النادي الأهلي في الوقت ده يا جماعة ولازم نعيش الواقع بوفقا لزمنه مش وفقا للي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، كان في مواعيد قطارات لأن النادي الأهلي ما يقدرش يبات، وكان هيحتاج النادي الأهلي إن هو يرجع وفقا لحجز القطر اللي النادي الأهلي عامله، فبالتالي تأخير المباراة هتمنعه من إن هو يقدر يلعب أو يقدر يلحق وقت حجز القطر الطبيعي للنادي الأهلي. والحكم عشان أصلا إن ده مش وقت المباراة ينفع يلعب فيها وقت إضافي رفض إن يتلعب وقت إضافي. والأهم يا فارس النقطة اللي هي فكرة إن أنت في الوقت ده كانوا بيدوا فلوس مبيت للفريق الضيف. بالظبط، كان مفترض إن الضيف لو هيحصل مبيت أو إن هو مش هيرجع بعد المباراة كان الاتحاد بيتحمل نفقات الخاصة بالمبيت مش بيدفعها النادي من معاه، وده ما كانش شيء خاص بأندية معينة، ده كان نظام من أنظمة المسابقة، وده اللي ما كانش حاصل لأن الاتحاد ما كانش دفع للأهلي الفلوس ده، وده إعلام منه زي ما رأى الحكم إن أصلا المباراة لازم تنتهي في توقيتها المحدد. هنا النادي الأهلي امتثالا لقرار الحكم رفض يلعب الوقت الإضافي، اعترض النادي المصري وقتها وتم اعتبار النادي الأهلي فائزا ولعب المباراة نهائية. مش كده وبس، هتعتقد هو اتحاد الكرة أقر الأول إعادة المباراة في القاهرة، المصري رفض الاستجابة، المصري رفض، فبالتالي اعتبر النادي الأهلي فائزا ووصل للمباراة النهائية. هنا النادي المصري لحيثية تخصه هو ومفارقة، قد تعتقد برضو وإحنا بنحكي الموضوع بمعزل عن وقته إن موضوع غريب جدا أو كأنه تلكيك للنادي المصري أو سياق مش طبيعي. لا، النادي المصري كان عنده مباراة يا أحمد اللي هي مع الاتحاد، وكان نفس الظروف حصلت، تم تأخير الوقت ونادي المصري حصل معاه نفس الواقعة وحصل معاه نفس المشكلة وخرج القرار يا أحمد، والاتحاد برضو رفض يلعب بالوقت الإضافي لتأخير المصري برضو ربع ساعة. مين؟ نادي الاتحاد. بالظبط. لا يعني ده كمان المصري التزم بدفع الفلوس المصاريف الاتحاد. يعني احنا لو بصينا للامور في سياقها وقع النادي الاهلي هو قرار الحكم امتثل ليه، النادي الاهلي استفاد من القرار اللي هو كان لوائحي بعيدا عن اي اهواء او اغراض للنادي الاهلي، فاي وقعه انسحاب الناس بتتكلم عليها تخص النادي الاهلي هنا دي وقعه مغلوطه جدا وما ينفعش تمر زي وقاعه تستعرضها برضو معانا. الواقع اللي في بعض الحاجات كده او بعض الكلمات او بعض الوقائع لما بتطلق على النادي الاهلي بشكل مغلوط انا بكون سعيد، لانها واحنا بننقب في التاريخ بنكتشف النادي الاهلي بجد زي ما احنا بالظبط عايشينه، الناس دي بتاكد الحقائق اللي احنا بنتداولها عن النادي الاهلي. وقع شهيره جدا موسم 1954-55 ادت لالغاء الدوري العام وهي مباراة النادي الأهلي ونادي الترام. بعض الناس كانت بتتناولها بفكرة أن النتيجة كانت لصالح الترام 3-1 فالنادي الأهلي انسحب، ولما النادي الأهلي انسحب اتحاد الكرة حب يجامل النادي الأهلي بإلغاء الدوري. احنا معانا الواقع بالأرشيف بكل ما يثبت الواقع الحقيقية، النادي الأهلي بالفعل كان بيلعب الترام وكان باقي أسبوعين للنادي الأهلي على انتهاء الموسم بالنسبة له، ونادي الزمالك كان انهى الموسم بلعب المباريات كلها وفرق نقطتين فقط لا غير للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان محتاج من مباراتين بعد ماتش الترام الفوز وتعادل ياخد الدوري. اللي حصل في ماتش الترام ان الكابتن كان حسين امام وهذا عم الكابتن حماده امام، وكان حامل الرايه الكابتن حلمي زموره، لكن ما كانش بس حامل رايه طبعا اللي هو الرئيس الاسبق لنادي الزمالك، لكن ما كانش بس حامل رايه، لا ده كمان كان سكرتير لجنه الدوري، لجنه مسابقات زمان كان اسمها لجنه الدوري. يعني بالظبط. فحصلت ازمه بين لاعب اسمه توني في الترام ولاعب اسمه طلعت عبد الحميد في النادي الاهلي. حسين امام الكابتن حسين امام ارتاء ان في طرد للكابتن توني، لكن الكابتن حسين او حلمي زموره المساعد الساحه خد عمل تقرير عن المباراه ورفعه للجنه الدوري عشان لجنه الدوري تتخذ قرارات، اربع قرارات رئيسيه، اولا الغاء نتيجه النادي الاهلي، ثانيا ايقاف توني لنهايه الموسم برغم ان الموسم كان باقي فيه مباراتين، وايقاف طلعت عبد الحميد لاعب النادي الاهلي ايضا مباراتين، الاهم تحويل الحكم للتحقيق
ونقل المباراتين للنادي الاهلي المتبقيتين اللي هم القناه والاولمبي ان هم يتلعبوا بدون جمهور في ملعب طنطا. طبعا الكلام ده كان لازم يكون في ظلم باين على النادي الاهلي، فكان لازم يكون في رد فعل من مجلس اداره النادي الاهلي. وده اللي نربط سياقاته الماضيه بالحاضر يعني. بالظبط. هنا موقف تاسيسي ايضا، النادي الاهلي حكم الساحه وهو الطرف الاول اللي من حقه اتخاذ القرار، اتخذ قرارات تخص اللاعب توني وهو الحكم. فبالتالي قرار المساعد كيف له أن يجب قرار الحكم؟ فالنادي الأهلي كان له موقف أيضا تاريخي وانضباطي في اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 8 مساء يوم السبت 3/4/1955. قال النادي الأهلي في الأحداث اللي حصلت وحكى فيها الواقعة اللي أحمد حكاها مش هنكررها عليكم، وقال في النهاية عايزين نبص الصياغة اللي بتؤكد دايما أن النادي الأهلي بيكون مواقفه تربوية. قال بعد بحث الموضوع بحثا مستفيضا على ضوء قانون الحكام ولائحة مسابقة الدوري العام والبيانات التي أدلى بها المسؤولون بالنادي، فقرروا الانسحاب من عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم بالإجماع. هنا النادي الأهلي خد موقف لأنه رجع للوائح والقوانين ووجد أو ارتأى يا أحمد أن كل ما يحدث مخالف للوائح والقوانين المنظمة للمسابقة، فعلق مشاركته في هذه المسابقة وكل الأنشطة الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم. مهم جدا أن الكلام بيتقال من زمان باللوائح والقوانين دي، كانت جلسة محضر جلسة للنادي الأهلي في 1955، يعني الكلام ده موثق وبالإجماع. اللي حصل أن اتحاد الكرة وقتها رفض قرارات لجنة الدوري بعد بيان النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي بالفعل كان حقيته في المباراة واضحة جدا ومفيش خطأ إداري يمنع فوز النادي الأهلي على نادي الترام. فبالتالي اتحاد كرة القدم يلغي قرار لجنة الدوري العام، ودي بالمناسبة ما كانتش أول مرة، لأن لجنة الدوري العام كان واضح إن في تخبط الموسم ده، كانت حاولت تلغي الهبوط، فطلع اتحاد الكرة رفض إلغاء الهبوط، وطلع برضه في أزمة الأهلي والترام قرار بإلغاء نتائج أو ما وصلت إليه لجنة الدوري، واعتبرت إن النادي الأهلي بالفعل فايز. بالظبط هي الصورة دي، اتحاد كرة القدم يلغي قرار لجنة الدوري العام، اعتبرت إن النادي الأهلي فايز مباراة الترام 3-2 زي ما انتهى الحكم اللقاء الكابتن حسين إمام اللي كان له موقف واضح وصريح بإنه أعلى كلمة الحق، وشاف إن اللاعب طلعت عبد الحميد لم يكن يستحق الطرد على عكس التقرير اللي أرسله الكابتن حلمي زامورة. النقطة الثانية أو النقطة اللي أثارت حفيظة النادي الأهلي إن برضو تم الاستقرار على نقل مباراتين للنادي الأهلي برضو في ملعب طنطا. النادي الأهلي برضو بيشوف إن برضو في شروط مخحفة عليه، أنا ليه ألعب في طنطا وأنا مش مخطئ؟ الأهم إن تم استمرار إيقاف طلعت عبد الحميد مع إيقاف توني، فكان ايضا في قرار لمجلس اداره النادي الاهلي. بالظبط، المجلس اتبعه انعقاد. طبعا انت تعتقد هنا ان المجلس كان هيكتفي بتغيير نتيجه المباراه، ولكن ده ما حصلش. النادي الاهلي قال في الجلسه الحادية عشر قال قرر المجلس ان خطاب الاتحاد لم يغير من الموقف شيء، ولذلك فخطابنا المتضمن انسحابا من عضويه الاتحاد المرسل تحت رقم كذا بتاريخ 30/4/1955 يعتبر قائما. النادي الأهلي بيتمسك بحقوقه، وهنا زي ما قلنا النادي الأهلي ما كانش خلاف بيحاول يوصل فيه لموائمات بقدر ما هو بيحاول يحافظ على حقوق ولوائح المسابقة. وزي ما قلنا مواقف النادي الأهلي هي مواقف تأسيسية، ماضي بيأسس لحاضر ومستقبل. بقى لنا ماتشين، ماتش القناة وماتش الاولمبي. البعض ممكن يظن انت ايه اللي خلاك تضمن فكره الفوز على القناه والاولمبي؟ احنا لعبنا الماتشين دول في الدور الاول خارج القاهره، النادي الاهلي قدر يفوز على القناه 3-0 وقدر يفوز على الاولمبي في اسكندريه 2-1. فوز مباراه واحده منهم تضمن انك تلعب مباراه فاصله مع الزمالك على بطوله الدوري، فوز مباراه وتعادل الاخرى تضمن ليك مسابقه الدوري. أصر اتحاد كرة القدم متمثلا في لجنة الدوري وأصر النادي الأهلي على موقفه، فهنا بتيجي قيمة تانية لكل منتمي للنادي الأهلي. بيصدر قرار من اتحاد كرة القدم بتجميد النادي الأهلي ومنح فرصة للاعبي النادي الأهلي 30 يوم يقدر يوقع فيها مع أي نادي في الدوري ويترك النادي الأهلي، ولا لاعب
ولا لاعب من لاعبي النادي الاهلي فكر ان هو يترك النادي الاهلي. وقتها كان في لاعب شهير كابتن توتو. وقتها نادي الزمالك عرض عليه ضمه. الكابتن توتو من طنطا قال انا راجل فلاح، لو هشتغل ازرع في جنينه النادي الاهلي مش هسيب النادي الاهلي. الامر والله لما انتوا بتيجي تقعدوا، الناس دي سنه 1955، الناس دي اجيال ما خدتش حقها. الموضوع بعيد بقى عن فكره الانسحاب، الموضوع ان الناس دي فعلا لازم تاخد حقها، زي الكابتن حسين مدكور والكابتن حلمي ابو المعاطي والكابتن توتو. دي اسماء لم يذكرها التاريخ بشيء كبير، وتيجي في ذاكره المتابعي النادي الاهلي او مشجعي النادي الاهلي بشكل، لا الناس دي عملت مواقف كبيره جدا، الناس دي رفضت تتخلى عن النادي الاهلي في ازمته، وده اللي دفع النادي الاهلي اللي بيقدر كل منتمي ليه وبيقدر ابنائه انه في الجلسه ال 13 يطلع خطاب شكر للاعبي النادي الاهلي. اجتمع مجلس اداره النادي الاهلي في تمام الساعه 6:30، وقرر مجلس اداره الاهلي شكر جميع لاعبي فريق كره القدم المختلفه مما اظهروه من ولاء واخلاص وامانه لناديهم برفضهم الانضمام لنوادي اخرى. الدرس اكبر من فكره موقف عند الانسحاب، الدرس هو فكره الانتماء للنادي الاهلي، الدرس هو ترسيخ مبادئ النادي الاهلي. صحيح انا قلت في البدايه لما بيكون في حاجات مغلوطه عن النادي الاهلي بنكون سعداء، سعداء عشان اللحظه دي، لاننا لما بننقف في تاريخ النادي الاهلي بنكون فخورين اكثر فخرا اننا بننتمي للنادي الاهلي. حاجه يا احمد عظيمه، وعبقريه الموقف في سياقات النادي الاهلي والتضامن لاعبين مجلس اداره، وكلامك باللوائح وكلامك بالمنطق وانتصارك لمبادئك، هو ده النادي الاهلي، هو ده شكل النادي الاهلي، هي دي فلسفه النادي الاهلي. كنا معاكم في اول فقراتنا من البرنامج، نطلع بعد ما خدناكم في رحله في الماضي ربطناها باحداث بتحصل دلوقتي، ونرجع معاكم لفقره اون سبوت عشان بكره عندنا موقعه مهمه جدا. نطلع الفاصل. اهلا بيكم مره اخرى وفقره اون سبوت، واكيد زي ما قلنا لا صوت يعلو فوق صوت مباراه صن داونز. بس قبل ما نتكلم في القايمه وقبل ما نتكلم في اللاعبين، حابب اوجه رساله لجمهور النادي الاهلي اللي كان سعيد الحظ بانه يكون ضمن 30,000 مشجع هيؤازر النادي الاهلي بكره في استاد القاهره. المجهود المبذول من الاداره عشان النادي الاهلي يلعب بجماهيره في استاد القاهره مجهود كبير جدا. ارجوك انت كنت سعيد الحظ بانك تدخل على الموقع وتحجز وتكون مشجع للنادي الاهلي، فكن فقط مشجع للنادي الاهلي بمبادئ النادي الاهلي باخلاق النادي الاهلي. مش عاوزين التجربه دي تكون تجربه ونعود تاني لفكره اننا ندور على فكره ان الجماهير تحضر المدرج. تعامل مع كل الناس بمنتهى الاحترام، لان كل الناس هتتعامل معاك بكل احترام. احنا في النهايه في وطن واحد، في مجتمع واحد، لازم تكون جماهير النادي الاهلي موجوده في ظهر النادي الاهلي، لان دي رقم واحد في صناعه بطولات النادي الاهلي. فمش عايزين اي تصرفات توصلنا لمرحله ان العدد بعد ما وصل ل 30,000 يقل في مباراه اخرى، لا احنا عاوزين العدد يزيد. وصدقني موافقه الامن على 30,000 هي روح او بدايه، مش عايزين نقول بدايه جديده، ولكن في النهايه هي ثقه في جماهير النادي الاهلي ان هي جايه تشجع النادي الاهلي. محتاجين ده يكون باين قوي في المدرج، محتاجين اللعيبه ما تحسش احساس مباراه بلاتينيوم، محتاجين ندعم النادي الاهلي، لان المباريات دي مباريات كبيره جدا وممكن تحسم بتفاصيل صغيره جدا. فخليك سلاح في ايد او في اقدام لاعبي النادي الاهلي افضل بكتير من انك تشغل ذهن لاعبي النادي الاهلي زي ما حصل في مباراه بلاتينيوم. لكن كلنا ثقه فيكم ان شاء الله انها تبينوا مشهد لجماهير النادي الاهلي يعي جيدا يعني ايه النادي الاهلي. أكيد يا أحمد، ودي رسالة لجمهورنا، إحنا في البداية وهنفضل جمهور زيكم، ودي الحاجة اللي تخلينا بنخاطبكم من أرضية مختلفة. والله أحيانا أنتوا بتتكلموا معانا إن في النهاية أنتوا موجودين داخل منظومة، فإحنا بنتعرض لبعض الضغوط. صدقوني تشجيع النادي الأهلي وسيلة مش غاية،
بمعنى ان انت وسيلتك ان انت تدعم النادي الاهلي قد تكون بعض الاشتراطات بتبقى صعبه عليك شويه، قد تكون بتعاني شويه، بس صدقني في النهايه انت المفروض داخل وعارف انك وسيله عشان تطلع بحاجه تانية خالص، وهي ان النادي الاهلي في الملعب اللاعبين يكونوا حاسين ان هم الجمهور مديهم افضليه، هو ده. وبعدين الامور يا جماعه مكتسبات، احنا النهارده طول الوقت انتوا بتضغطوا عايزين نلعب في استاد القاهره، عايزين نلعب بجمهورنا، ما ينفعش، لازم الاداره تتحرك، ده حصل، والنهارده احنا موجودين بكره في استاد القاهره وموجودين بعدد جيد، العدد ده هو اللي قابل للزياده بالتجربه، كل شيء بيقيم بتجربته مش مجرد الكلام، حتى كلامنا ده مش هو اللي هيعمل حاجه، انت بكره اللي هتعمل سلوكك مش احنا، يعني احنا مجرد بننصح في النهايه. انت تخيل العامل اللي بيتحكم المباراه اللي بعدها، النادي الاهلي هيحضر له كام؟ النادي الاهلي هيؤازره قد ايه؟ والله انت اكيد مجلس الاداره والاعلام وكل اطراف المنظومه ليهم دور، بس صدقني هيبقى الدور الاول والاخير والاساسي عليك انت، مهما كانت الضغوط تاكد ان انت استحمالك للضغوط دي وتحملك ليها ودعمك للنادي والخروج يا احمد بشكل مشرف وبشكل فعلا نقدر نبني عليه هو ده المكتسب الحقيقي، انت اللي بتصنع الحدث فارجو ان احنا النادي الاهلي جمهوره دايما بيقدم رسائل، لو شفنا قدامنا وحشنا الجمهور ده والله العظيم، اننا اشتقنا للصوت بتاع الجمهور، لشكل الجمهور، للتفوهات اللي كانت بتتعمل وبتعيشنا الفرحه، اكيد 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 ده هيرجع، هيرجع بان كلنا كل واحد يتحمل ويجي على نفسه في بعض النقاط عشان باذن الله باذن الله يبقى بكره هي البدايه يا احمد وتبقى بدايه حقيقيه. جماهير الدعم الاستجوات اللي احنا بنشوفها دي يا فارس اكيد جماهير النادي الاهلي اللي عندها الحس الوطني وكمان حس دعم النادي الاهلي، وزي ما احنا قلنا هي الفكره كلها او زي ما فارس بيقول هي سلوكك انت اللي بيحدد عدد جماهير النادي الاهلي في المباريات المقبله. صدقني والله العظيم اكيد في اكتر من مليون واحد على الاقل حاول يدخل على موقع تذكرتي عشان يكون واحد من ال 30,000 دول، فلو انت حاجز التيكت ده عشان تكون عقبه في طريق ان ال 30 يبقوا 50 و60 فارجوك ارجوك يعني بلاش ده، طالما طلعت سعيد حظ بانك بقيت وسط الناس دي دعم النادي الاهلي، واعتقد مفيش حاجه في الدنيا هتسعدك قد فكره انتصار النادي الاهلي. اتمنى تكون رسالتنا وصلت واتمنى تكون تقبلتوها بشكل رحب، لاننا بالفعل ناس منكم ومشجعين وبنفخر اننا مشجعين ومنتمين للنادي الاهلي. ندخل بقى في اجواء المباراه، خاصه مباراه صعبه جدا من وجهه نظري، فريق صن داونز وفريق مازيمبي هما تقريبا اقوى فريقين في الدور الثمانيه، النقاط بتقول كده، الاداء بيقول كده، المباريات اللي لعبوها في دوري المجموعات بتقول كده، ده حق 14 نقطه وده حق 14 نقطه، تكون مع الفريق لغايه اخر دقيقه، المباريات دي كبيره جدا ممكن تتحسم بتفاصيل صغيره، مش فكره عدد اهداف، ما تخشش بتفكر في فكره ان احنا اتغلبنا من الفريق ده خمسه، هي كانت هزيمه واحده ان شاء الله لن تتكرر تاني في تاريخ النادي الاهلي، فكر ازاي نجتاز الموقعه دي، عندنا 90 دقيقه في مصر، عندنا 90 دقيقه مع فريق من افضل فرق القاره الافريقيه كرويا، لعبك معاه في جنوب افريقيا هيكون كوره، صحيح انك هتلعب في وقت صعب جدا هم اختاروه وقت النهار، لكن هو ده حقهم. ميزه بيلعبوا عليها وحقهم، احنا كمان حقنا نستفيد من ميزه الجماهير والقوه الدافعه المعنويه للجماهير بكره، ولاعيبتنا ان شاء الله بمنتهى الهدوء تدخل مركزه في فكره تحقيق الفوز واستغلال كل فرصه على الاقل على مرمى صن داونز، لان فريق من الصعب انك تصنع عليه عدد من الفرص. نستعرض الاول يا فارس قائمه المباراه ولا انت عندك تعقيب الاول؟ قبل القائمه عايزين نتكلم ان فريق النادي الاهلي فاز بثمان بطولات دوري ابطال افريقيا، صن داونز فاز ببطوله واحده، فريق النادي الاهلي قيمته التسويقيه 28 مليون يورو، فريق صن داونز قيمته التسويقيه 18 مليون يورو. لو هنتكلم على عدد اللاعبين الاجانب، النادي الاهلي فيه خمس اجانب، طبعا كلنا عارفينهم، اجاييه، جيرالدو، معلول، بادجي، ديانج، ونادي صن داونز فيه ثمان لاعبين اجانب، الاثنين الحراس اونيانجو وكيفن مويني الحارس الاخر، وفي الدفاع عنده ناسيميندو وارسندي الاثنين برازيليين، عنده كمان لافور من امريكا، وعنده بانجلي من ايفوار،
وكوت ديفوار، وعنده سيرينو وافونسو الاثنين من اوروغواي، وعنده اللاعب ماتزا. هم دول الثمان محترفين. النادي الاهلي عنده اعلى لاعب تسويقيا كقيمه هو رمضان صبحي اللي للاسف مش هيشترك بكره، بس كمان نادي سان داونز عنده مورينا من اهم اللاعبين في الفريق ومن افضل اللاعبين داخل القاره في رايي، كمان مش هيشترك، ده برضو اعلى قيمه تسويقيه في سان داونز. وارد يشترك يا فارس كتصريحات خالد علي المنسق ان هو جاي معاهم مناوره نفسيه في رأيي. انا في رايي ان هي مناوره نفسيه في حته ان هو يفضل ضاغط بالكارت ده ان هو يقدر يلعب. لو جينا لموقف الفريقين في المجموعات، النادي الاهلي انهى مجموعته تاني، سجل 7 اهداف واستقبل 4، سان داونز انهى المجموعه في الصداره، سجل 9 اهداف واستقبل 3. إن شاء الله بإذن الله بكرة يكون لينا الغلبة في الملعب، وهنوضح كل حاجة تتخيلوها فنيا خلال الحلقة. أكيد إن شاء الله. قائمة النادي الأهلي كانت محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في خط الظهر، معانا كمان وليد سليمان، أيمن أشرف، حسين الشحات، أيل يوديانج، عمرو السلية، مروان محسن، محمد مجدي أفشة، علي معلول، أحمد الشيخ، أليو بادجي، أحمد فتحي جونيور، أجاييه وجيرالدو، ومحمد هاني. اعتقد هزيمه النادي الاهلي الموسم الماضي من سان داونز مش عايزين نحطها مقياس، لان الحقيقه ان طبعا دي تدريبات حصريه للاعبي النادي الاهلي، كل الدعم ليهم طبعا، وان شاء الله باذن الله يتخطوا العقبه الصعبه دي، لان انا شايف ان زي ما قلت سان داونز وفريق مازيمبي كانت الاصعب، خاصه كمان مشوار سان داونز في مجموعته يمكن كانت اصعب شويه من مجموعه مازيمبي، ولكن الاثنين حققوا 14 نقطه. عندنا مواجهات مباشره تطمننا الى حد ما، ولكن الكره مش تاريخ بس، الكره بتعترف بالجهد والعرق المبذول داخل الملعب. احنا اتقابلنا مع سان داونز 6 مباريات، فزنا في 3 وتعادلنا في 2 وتهزمنا هزيمه واحده، سجلنا 9 اهداف واستقبلنا 8 اهداف، كانت طبعا في دور الثمانيه، لكن حققنا بطوله 2001 على حساب سان داونز. قدرت تسجل في جنوب افريقيا مرتين من اصل 3 مرات لعبت فيهم في جنوب افريقيا، مره هدف كابتن سعد عبد الحفيظ، ومره في 2007 هدف امادو فلافيو ومحمد بركات، كنت متقدم كمان 2-0 ولكن انتهت النتيجه 2-2 وجيت هنا فزت في القاهره 2-0. في النهايه مباراه قويه محتاجه كل تركيز، ولكن زي ما بنقول معانا النادي الاهلي ومعانا القوة الدافعة ومعانا التاريخ ومعانا جماهيرنا، نقدر باذن الله نتغلب على فريق سان داونز بكره، وهناخد بقى فكره سان داونز نفصصه لاعب لاعب، وكمان اداء سان داونز وحتى التصريحات هنبدا منها يا احمد، لان انا عندي فكره. لما احنا بنتكلم اي حد بيتكلم معايا في فكره احنا خسرنا بخماسيه هنعوض هنعمل ايه، بقول له حاجه واحده بس، التعويض كان في مباراه برج العرب السنه اللي فاتت وما نجحناش فيه. النهارده احنا مش بنلعب مباراه عشان نعوض هزيمه 5 من سان داونز ولا لنا اي علاقه بالمباراه دي، احنا عندنا اهداف واضحه مع مدرب مختلف مع فريق فيه عناصر مختلفه، وكل مباراه ليها ظروفها، وزي ما هنشوف في لاعبين من سان داونز مستواهم مختلف تماما، في لاعبين في مستوى افضل. اول خطوه عشان تتغلب على سان داونز بكره هي انك ما تحطش على نفسك اعباء نفسيه في نتيجه 5، ودي حاجه احنا بنتكلم فيها بوضوح، احنا ملناش علاقه بالمباراه دي، احنا عندنا اهداف جديده، انت محتاج حاجه واحده بس، وانا واثق ان فايلر قاله، ان انت تبدا تسجل الهدف الاول، مش بتلعب على ان دي مباراه عوده لنتيجه مسبقه، وده بيفرق كتير جدا في التحضير النفسي للاعبين. انت مش بتلعب مباراه عوده، في فرق ما بين انك تسجل وعايز تطلع بنتيجه، وفي فرق ما بين انك بتلعب عشان تعوض نتيجه كبيره، فبتلعب باندفاع، بتلعب بتسرع. احنا في مباراه سان داونز العوده السنه اللي فاتت يا احمد، تخيل كان لنا تقريبا عدد مقارب من المحاولات الخاصه بسان داونز في الذهاب، بس الفرق انك نفسيا كان صعب جدا وتركيزك مشتت، فاحنا مش عايزين نلعب بالعقليه دي. رينيه فايلر كان له تصريح مهم جدا، رد على مدرب سان داونز او تصريحاته وسيل من التصريحات، موسيماني يجيد الحرب النفسيه اكثر من اي شيء. دي فكره كان فايلر بيعيها تماما، عشان كده قال مدرب سان داونز يقول اننا سنتاهل لكني ارى انهم اقوياء ولا يمكن ان نفوز في اللقاء الاول من اللقاء الاول، فنحن امام مواجهه مدتها 180 دقيقه. هو ده اللي قاله، ده نفس انعكاس اللي احنا بنقوله، انا مش بلعب مباراه عوده، انا بلعب خطوه اولى في 180 دقيقه. موسيماني بيحاول يخلينا كان احنا نازلين مضغوطين عشان نعوض. تاني حاجه، المباراه بالنسبه لنا هدف وحلم، لكن البطوله تاتي بالاداء وليس الاحلام.
اللعب السريع، وده كلام مهم جدا، والأداء الفني ونسبة الحظ. على فكرة فايلر بيتحدث بذهنية وخلفية مباراة الزمالك في السوبر، بالتأكيد انت عملت عدد محاولات 16 محاولة على المرمى والحظ تخلى عنك في مباراة سان داونز، وهو بيتحدث لسان مباراة الزمالك عشان كده، وبيقول ونسبة الحظ هذا ما يساعد وليس الضغوط، والفريق مؤهل نفسيا، وما يتبقى هو تنفيذ التعليمات داخل الملعب. من أفضل كلمات فايلر المركزة، وأتمنى من فايلر أن التحضير النفسي اللي هو قاله ده هو اللي يكون وصل ليه مع الفريق، لأن دي حاجة مستحيل نعرفها إلا لما نشوف الأداء بكرة. فأتمنى الكلام اللي أنا شايفه إيجابي جدا وبيدل أنه هو حضر كويس قوي يكون منعكس على الفريق بشكل عملي. ولكن عندك كلام مهم عن تصريحات موسيماني. أكيد هو ريني فايلر يعني لا يلدغ المرء من جهر مرتين كنادي أهلي، لكن ريني فايلر طبعا عارف تاريخ الواقع السابقة، وهو لم ينخدع بتصريحات موسيماني. الراجل جاي بيتكلم عن النادي الأهلي وفكرة أنه هو دايما يريح لعيبي النادي الأهلي، ما يخيلهمش عندهم غيره او ان هو يديهم تصريحات مستفزه، لا بيدي تصريحات انت زي ريال مدريد وزي برشلونه، انا كنا مفتح جدول مباراه النادي الاهلي فوز 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 فوز، وبيصدر فكره الراحه النفسيه لاعبي النادي الاهلي، وعملها معانا قبل كده وعملها مع الزمالك في 2016. لكن اعتقد ريني فايلر بتصريحاته دي واضح جدا وفاهم جدا فكره اللعب على الحرب النفسيه دي، ومش هتشغله، والحمد لله عندنا مدير فني لا تشغله الامور دي. لكن موسيماني جاء اتكلم عن فكره تعالوا يعني ازاي كل ما افتتح النادي الاهلي فوز فوز فوز، برغم ان انت كل ما تفتح مباراه سان داونز وتحديدا الشهر الاخير اللي هو شهر فبراير تقريبا نفس عدد المباريات الى حد بعيد، وان كان النادي الاهلي 6 مباريات لكن مباراه الزمالك لم تلعب، فريق سان داونز 5 مباريات زي ما حضراتكم بس بنستعرضها على شاشه عماره طبعا معانا بالصوره. مباريات الاهلي في شهر فبراير الاهلي لعب 6 مباريات 4 فوز و2 تعادل، يعني مش كله فوز فوز فوز. طبعا مباراه السوبر بتحسب تعادل، سجل 11 هدف واستقبل هدفين. لكن لو جيت استعرضت مباراه سان داونز هتلاقي في فرق كبير جدا من ضغوط واعباء نفسيه بينها وبين مباراه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب مباراه مصيريه في السودان امام الهلال، على عكس سان داونز اللي بيلعب الوداد وهو ضامن الصعود، وكمان في جنوب افريقيا بيلعب مباراتين في الكاس بيفوز فيهم بسهوله، وكمان بيقدر يعمل الروتيشن بشكل كبير جدا، وكمان مباريات الدوري وبرضه بيفوز فيها 5 مباريات، حقق 5 فوز، سجل 9 اهداف، استقبل هدف وحيد. فعن اي اساس بتتكلم عن انك بتفتح مباريات الاهلي فوز 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 في الوقت اللي احنا بنفتح مباريات سان داونز في شهر فبراير اللي هو تقريبا متقارب جدا مع النادي الاهلي فوز فوز فوز، وكان عندك انك تقدر تريح لعيبتك وده حصل في مباريات الكاس على عكس برضه. لكن عكس النادي الاهلي سافر في السودان في موقع صعبه جدا جدا جدا، سافر الامارات للعب مباراه السوبر الاماراتي وصلت ركلات الترجيح، بتلعب مباراه لها حساسيه خاصه مع نادي المصري، بتلعب مباراه لها حساسيه خاصه حتى مباراه الزمالك مع نادي بيراميدز، حتى مباراه الزمالك ما اتلعبتش كان في اجواء صحيح. وصلت المباراه في عز مطر وموضوع صعب جدا اللاعبين، وبرده كنت متاهل اللاعبين للعب المباراه. فاعتقد اذا كان بتفتح انتصارات النادي الاهلي فاحنا فتحنا انتصارات سان داونز، والاصعب ان النادي الاهلي كان بيتحمل او لاعبيه كانوا بيتحملوا ضغوط صعبه جدا في شهر فبراير، على عكس نادي سان داونز اللي جاي بكل اريحيه وجاي بدري كمان بيستعد للمباراه بكل جديه. دايما بنشوف تصريحات عادتها التقليل من المنافسين، المباراه دي غريبه جدا، شعارها انت بتحترمني انا كمان هحترمك اكتر، انت فريق قوي لا انا عارف ان انت كمان فريق قوي، وده تحضير نفسي مختلف. يعني يمكن فايلر حب يلعب نفس لعبة موسيماني فالاتنين انتقلوا للتصريحات، مش عادة هي اللي بتبقى موجودة في كرة القدم، ولكن تصريح من التصريحات اللي أنا بحبها بقى، حاجات اللي فعلا بقف عندها لأن هي بتؤكد على قيمة النادي الأهلي عند لاعبين كمان كبار. كيكانا واحد من أفضل اللاعبين في سان داونز، قائد لاعب كبير في السن بقاله كتير جدا بيلعب عنده خبرات، قال سعيد لأنني سألعب أمام الأهلي، الأهلي كان الفريق الذي كنت أشجعه في طفولتي. وشيء دايما بنقابله لما بنتحدث عن قد إيه النادي الأهلي في إفريقيا بحكم تاريخه وبطولاته وألقابه وإنجازاته لاعبينه المميزين جدا اللي لو عدناهم مش هنخلص أسمائهم، فعلا كل اللاعبين دول سابوا بصمة، وهم اللي بنشكرهم لأن هم اللي صنعوا فكرة الشعبية اللي بيتحدث عندها وبيرتبط بيها العديد من اللاعبين. عايزين بقى نشوف سان داونز في المجمل عشان بعد كده نقف عند سان داونز في نقاط مفصلة كتير جدا، لأن الفريق ده مرهق جدا في تحليله ومشاهدته، فريق مش سهل أبدا.
والاهم ان فريق عنده استقرار فني بشكل كبير جدا. موسيماني ده من 2014 تقريبا 5 أو 6 مواسم مع مشروع صن داونز. فكمان اللاعبين لو انت شفت مباريات صن داونز سنه 2020 و2019 و2018 لغايه 2016 هتلاقي عدد كبير جدا من اللاعبين مستمر مع الفريق، فبقى عنده شخصيه البطل وبقى في انسجام واضح بين اللاعبين. لكن تعالوا نلقي بقى نظره بشكل عام على صن داونز في دور المجموعات، ثم بشكل مفصل على بعض اللاعبين واهم نجوم فريق صن داونز. لو استعرضنا صن داونز في دور الابطال في دور المجموعات، سواء المباريات اللي لعبها داخل ملعبه او خارج ملعبه، هتلاقي دايما ان نسبه الاستحواذ على ارضه طبعا في ملعبه هي الصن داونز بفارق شاسع. ماتش بترو اتلتيكو 61%، ماتش الوداد كان في المغرب 43%، اتحاد العاصمه كان في الجزائر 41%، لكن يرجع تاني يلعب في جنوب افريقيا يحقق نسبه استحواذ 69%، ومع بترو اتلتيكو في انجولا 59%، ومع الوداد في جنوب افريقيا 60%. اذا انت امام مدير فني ولاعبين بالظبط زي النادي الاهلي، فكره صراع الاستحواذ، مين اللي هيستحوذ على الكره، مين اللي بيدور الكره اكتر. هتلاقي كمان زي ما احنا هنا استعرضنا ان النادي الاهلي دايما عدد تمريراته بتتخطى ال 500 تمريره، هتلاقي نفس الكلام مع فريق صن داونز تحديدا 576، الوداد عشان بره 349، اتحاد العاصمه بره 455 برضه بيقترب من ال 500، واتحاد العاصمه 684، وفي بترو اتلتيكو بره 339 548 في الوداد. يعني اذا هو بيلعب باستحواذ جيد جدا على ملعبه، ولكن خارج ملعبه تقدر تصنع عليه الاستحواذ، وبرضه عنده رقم كبير جدا في دقه تمريراته باستثناء مباراتين هو اللي قل عن 83%. المباراه الاولى بترو اتلتيكو بيعمل دقه تمريرات 88%، ودي بتبين الكواليتي بتاع اللاعبين اللي بيحتويهم فريق صن داونز. مباراه الوداد في المغرب لان عدد التمريرات كانت قليله 68%، اتحاد العاصمه الجزائري 76%، اتحاد العاصمه الجزائري الثاني في جنوب افريقيا 85%، مع بترو اتلتيكو خارجيا وتعادل 2-2 83%، ثم الوداد 86%. اعتقد دقه التمريرات عاليه جدا يا فارس، وفريق مستحوذ، فريق عنده لاعبي كره بالزبط. برضو سلاح عنده تاني سلاح العرضيات خاصه في ملعبه بترو اتلتيكو على ارضه، الوداد 8 خارج الارض، اتحاد العاصمه 21 خارج الارض و13 عرضيه قدام اتحاد العاصمه في المباراه الثانيه، 22 بترو اتلتيكو 23 قدام الوداد. ولو رحنا الحاجات بقى المهمه زي التسديدات برضو على ملعبه كان واضح تسديداته 15 قدام بترو اتلتيكو، خارج الارض 9 قدام الوداد، وده عدد كبير جدا قدام فريق زي الوداد على ملعبه، ودي حاجه لازم نقف عندها. والمباراه كانت صعبه جدا 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 على فريق الوداد، وكانوا ضاغطين على الوداد بشكل كبير أصعب جدا مباراة جدا على فكره جدا. جمهور المغرب حيا موسيماني بعد المباراه بالزبط. دي لان نادرا ما تشوف فريق في افريقيا بيلعبك على ارضك وبيقدم الاداء ده، ودي اشاره مهمه جدا. 6 محاولات قدام اتحاد العاصمه وبعدها 10 محاولات على ملعبه، برضو مع بترو اتلتيكو 14 محاولة و11 محاولة قدام الوداد، الأهداف 3 قدام بترو اتلتيكو، 0-0 الوداد، اتحاد العاصمة 1-0، 2-1 قدام اتحاد العاصمة، 2-2 مع بترو اتلتيكو، و1-0 في مباراة الوداد الأخيرة. بيقدر يسجل خارج ملعبه يا فارس، وده الخطورة. سجل في اتحاد العاصمة الجزائري 1-0 وفاز بالمباراة، وكمان سجل في بترو اتلتيكو هدفين باستثناء مباراة الوداد انتهت النتيجة 0-0. فأعتقد أمام فريق قوي جدا، فريق لا يستهان به، فريق بيمتلك شخصية البطل. وجود المدير الفني مع اللاعبين لمدة 5 أو 6 مواسم بيصنع استحواذ أو انسجام، وخلاص بقى تقدر تلعب اللعيبة تلعب على المغمض، عندهم سرعات غاية جدا، بيمتازوا بالسرعات بشكل غير طبيعي. الضغط على المنافس بيكون في نقطة الانطلاق في الضغط، بيربك أي لاعب معاه الكرة، ففريق لازم ناخد حذرنا منه جيدا، خاصة ان هو زي ما قلنا من اقوى الفرق الموجودين في القارة. عندنا حاجات تانية نستعرضها طبعا يا فارس، عندنا حاجات نستعرضها، ولكن اهم من الارقام مفهوم ومدلول الارقام. شفنا نسبة تمريرات ودقة تمريرات صن داونز مرتفعة جدا، وعدد تمريراته مندفعة جدا، ده نابع من ان موسيماني عنده قلبين دفاع، ناسيمنتو او ماديشا، الاثنين دقة تمريراتهم من الأعلى ما بين مدافعين القارة والبطولة. ناسيمنتو بتوصل عدد دقة تمريراته 92%،
وده رقم كبير جدا بالنسبه للمدافع. لو قارنا عندنا في الاهلي المتوسط لقلب الدفاع بيوصل حوالي 85 لحوالي 87%، ده متوسط، ولكن 92% ده كتير جدا. كمان عنده ماديشا المدافع المميز جدا في ضربات الراس، اللي سجل اكتر من هدف بضربات الراس، وهنستعرض الهدافين. على فكره الاثنين عندهم في الكرات الثابته بيزيدوا زياده وبيتقنوا جدا ضربات الراس واهداف. بالظبط. الاهم ان الاثنين دولت من اكتر اللاعبين اللي بيلمسوا الكره في فريق صن داونز، وده معناه ان فريق بيبني الهجمه وشغال بالضبط. هو ده اللي معناه معدل التمرير يا احمد، وده اللي احنا ربطنا بيه، معدل التمرير نابع من الاثنين دول، والضغط عليهم بضغط متقدم مهم جدا. انت بتخنق صن داونز في التدرج بالكره لما تضغط على قلبين الدفاع، لان كمان عندهم حاجه تمريراتهم مباشرة الطولية اكتر بكتير جدا من ان انا ابدا افتح للاطراف. هو بيعتمد ان هو يطلع على جالي او كيكانا ويبدا الهجمه. الضغط المتقدم عليه هيعطله في بدايه الهجمه. كمان ناسيمنتو في حاجه غريبه جدا، على قد ما هو مدافع مميز في الكرات الهوائيه لما بيتقدم، الا انه دفاعيا من اقل المدافعين داخل البطوله في معدلات الفوز بالكرات الهوائيه يا احمد، حوالي 28%، وده رقم قليل جدا. هو في الكرات الهوائيه رغم طوله عنده مشكله ممكن لها علاقه بدنيا وبعامل السن، ولكن على الجانب الاخر ماديشا متفوق جدا في الكرات دي. ده اللي احنا بنفسر بيه فكره تدرج الفريق بالهجمه مع موسيماني. لو شفنا اللاعبين اللي سجلوا احمد هدافي صن داونز هنلاقي حاجه غريبه جدا. انت بتتكلم على الفرق كمان الكبرى دلوقتي، تلاقي نفسك بتقول ايه؟ صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو، الثلاثة مسجلين مثلا 90% من أهداف ليفربول. لا، صن داونز مش كده. صن داونز أنت لا تعلم من أين يأتيك الخطر. صن داونز كل الفريق تقريبا كعناصر ومنظومة واحدة يقدر يسجل. ماديشا موجيكا ماديشا هدفين قلب الدفاع، ريكاردو ناسيمنتو هدف، كيكانا لاعب الارتكاز الوسط المدافع هدف، موكيلزي هدف لاعب جناح، مورينا جناح هدف، افونسو المهاجم هدف. برضه افونسو غايب بقاله فتره ولكن معاهم، لكن معاهم موجود في القايمه وهو ما بيلعبش لفترات طويله. سيرينو هدف. يعني احنا لو شفنا بنتكلم في 9 اهداف، عندك قلبين الدفاع بيسجلوا، عندك لاعب الارتكاز بيسجل، الاجنحه بتسجل، ولكن في حاجه غريبه جدا. الضربات الثابته هو ده خطيره على عكس فرق افريقيا. فرق أفريقيا بعيدا عن الشمال الأفريقي عندهم حاجة غريبة جدا، دايما عندهم ضعف في الضربات الثابتة. فرق الشمال الأفريقي ممنهجة ومميزة جدا في التمركز في الكرات الثابتة، على عكس الفرق الخاصة بأفريقيا السمراء عندها مشكلة، ولكن على العكس صن داونز مميز جدا في الضربات الثابته، وده اللي لازم نعمل حسابنا منه. هنيجي بقى لمقارنه ممكن تستعرضها يا احمد دينيس اونيانجو ومحمد الشناوي، وانا بعتبرهم الحارسين الافضل داخل القاره. حارس واخد افضل لاعب في مباراه اوروجواي في كاس العالم، ودينيس اونيانجو واخد افضل لاعب محلي على مستوى اللاعبين المحليين كلهم وهو حارس في 2017. مقارنه بين حارسين يا احمد هتستعرضها لنا، كبار جدا جدا وهيشاركوا في صناعه الفارق لايام من الفريق. بس انا اتوقع او اتمنى من لاعبي النادي الاهلي استغلال نقاط ضعف اونيانجو. اونيانجو حارس بيتميز بطول القامه، لكن وزنه بقى اصبح تقيل الى حد ما. اللعب مع اونيانجو دايما التصويبات المباشره بتكون صعبه عليه، خاصه لما تكون متقنه وارضيه. معظم الاهداف اللي بتدخل في اونيانجو هي اهداف ارضيه و في مركونه باتقان. وعايز اكد على حاجه، الكره اللي بترجع منه اكتر من كره في الدوري كمان جنوب الافريقي بترجع منه، بترد منه للمهاجم. دي اللي انا عيوب اللي انا هتكلم فيها عن اونيانجو، بحيث اللعيبه النادي الاهلي يعني ما ياخدوش بفكره ان هو من افضل حراس مرمى القاره، لكن بيمر بمستوى في نقاط ضعف عنده. النقاط الضعف دي لازم نستغلها في فكره ازاي وانت بتلعب عليه. اونيانجو بيتميز جدا جدا في فكره الانفرادات، بيقفل لك كل زوايا المرمى، بيقدر يتحرك داخل ال 18 بشكل كبير جدا، مهم جدا وانت بتلعب الكره، يا اما ايرلي كروس بعيد عن الحارس، او معظم الاهداف اللي دخلت في الدوري في اونيانجو كانت عباره عن انك بتوصل لخط المرمى وتلعب العرضيه على الارض للخلف، ويتم استغلالها من قبل القادمون من الخلف بشكل ارضي. فنتمنى ده. كمان الكرات اللي بتقع من ايد اونيانجو لازم يكون عامل حساب ان انت تقدر تعمل عليه فولو في اي تصويبه، لان ده هيحقق اهداف للنادي الاهلي ان شاء الله لو استغلينا النقاط الضعف دي. ولكن نستعرض دينيس اونيانجو مع محمد الشناوي. طبعا هو اكبر في السن 34 سنه،
دقائق اللعب في دور المجموعات 438 لانه كان تعرض لاصابه بسيطه. 590 محمد الشناوي استقبل هدفين، لكن الشناوي استقبل اربع اهداف، لكن على التصديات متساوي بين الحارسين 13 ل 13، الخروج من المرمى 7، الخروج من المرمى محمد الشناوي 10، تمريرات طوليه 22 من 36 لونيانجو بنسبه 61%، تمريرات الطوليه لمحمد الشناوي 30 من 43 بنسبه 70%. اعتقد يعني واضح جدا بغض النظر عن عدد الاهداف المستقبله تفوق محمد الشناوي على اونيانجو في التمريرات الطوليه اللي كان ممكن بيعاني منها الموسم الماضي، ولكن دي بقت نقطه مهمه جدا في محمد الشناوي وتحسب لمدرب حراس المرمى اللي مع الشناوي، ان الشناوي بيشتغل على نفسه بشكل كويس جدا. اونيانجو فكره الضغط اللي لما بتوصل له كره بيخطئ فيها تماما، فكره الترات نسبه 61% نسبه قليله جدا بمقارنه بمحمد الشناوي اللي اتحسنت وصلت ل 70%. عايزين هدوء امام المرمى، عايزين التعامل مع كل تفصيله في المرمى في مواجهه المرمى ومواجهه حارس اونيانجو، لانه تالق امامنا المباراه اللي فاتت، لكن وليد ازارو لما سدد تسديد مباشر قدر يخطف الحارس. نتمنى التركيز والدقه والاتقان واللعب على عيوب الحارس، الكرات الارضيه والتصويب من خارج ال 18، وكمان الفولو على اي كره بتقع من ايد الحارس، لان بالفعل بتقع من ايده كرات كتير جدا. نيجي بقى لكيكانا. كيكانا لاعب الارتكاز والوسط المدافع اللي بيلعب كرقم 8، بيلعب جنبه جالي كرقم 6، اللاعب اللي بيركز في المهام الدفاعية أكتر، وما تلاحظش إن جالي بيتقدم بشكل كبير، ولكن كيكانا لاعب من أفضل اللاعبين على مستوى التحرك، لأن كيكانا هنستعرض كمان بالصور بيعمل حاجة غريبة جدا، نادرا ما تلاقي لاعب الوسط المدافع والارتكاز بيتحرك لأطراف الملعب، كيكانا بيعمل ده بشكل جيد جدا. كيكانا 34 سنة، سجل هدف في دور المجموعات وصنع هدف، سدد 5 تسديدات، لاعب مميز جدا بالتسديد، وكمان بيختار أماكن التسديد، ومن أقل فرصة ما بيكونش فيه ضغط عليه اللاعب بيسدد. وهنا بداية ضغط ديانج مش على الأجنحة والأطراف أو لاعب الوسط المهاجم بس في سان داونز، ده كمان مهم جدا ان كيكانا يكون مضغوط عليه، لانه بيفقد الكره بشكل كبير لما بيتضغط عليه. دقه تمريراته الارضيه 82%، وهو من اكتر لاعبي سان داونز في معدل استلام الكره. مسارات تمرير الكره مرتبطه في سان داونز باثنين، سيرينو وكيكانا في الجزء الهجومي. التدرج مرتبط كتير جدا بالمثلث بتاع زويني في الطرف، سيرينو لما بيسقط وكيكانا وبيتعمل مثلث في قلب الملعب، واحيانا بتتحول لدايموند ماسا، بيكون بيدخل المهاجم وبيطلع زويني للشمال، وفي اليمين بيدخل سيرينو وبينزل كيكانا، وبتبقى دايموند وبتبقى صعبه جدا جدا. وعايز اتكلم كمان في حاجه، لو بصينا للصور اللي هنعرضها لكيكانا بتدل على اماكن صناعته لاهداف. لو بصينا الهدف ده صنعه كيكانا، كان اللحظة اللي مفيش ضغط عليها كان كيكانا بيعمل تمريرة متقنة في قلب دفاعات المنافس، ده في دور المجموعات، وبيصنع هدف مهم جدا سجله سان داونز. نروح للصورة التانية ونشوف برضو كيكانا، ده كيكانا موجود في الطرف ازاي وبيتخلص من رقابة، يعني لاعب ارتكاز بيطلع لطرف الملعب وبرضه صنع هدف مهم. نروح للصورة اللي بعدها، كيكانا بيدخل في العمق وبيتحول للاعب وسط مهاجم، وهنا استقبل الكرة صنعها برأسية هدف لسان داونز. نيجي للصورة اللي بعدها، احنا بنتكلم كيكانا لاعب مميز جدا، مش تحركات، لاعب وسط مدافع تقليدي ابدا يا احمد، وعشان كده مهم جدا ان يكون كيكانا في تركيز عليه، واكيد فايلر عامل حساب اللاعب ده لان هو بيقدر يصنع الفارق. كمان عندنا لاعب تاني يا احمد تقدر تستعرضنا استكمالا لكيكانا، كيكانا كمان بيجيد التصويب من الضربات الثابته، يعني دايما يكون عندنا حذر جدا من صناعه فاولات المنطقه المباشره للمرمى، لان كيكانا بيجيدها بشكل كبير جدا، واحد اسلحه فريق سان داونز. لكن عندنا ايضا سيرينو المحترف الاورجواني، وده لاعب بيلعب راس حربه وساعات بيتحول لجناح وساعات كمان بيلعب تحت راسين الحربه، فاللا مركزيه كبيره جدا بينه وبين زواني اللي سجل في السنه اللي فاتت هدف الاول في النادي الاهلي، فنتمنى اخذ الحذر من هؤلاء الثالوث. السن طبعا 29 سنه، لاعب 511 دقيقه في المجموعات، سجل هدف، صنع 3 اهداف، عدد التسديدات رهيب 14 تسديده
في 6 مباريات، رقم كبير جدا. الاهم انه بيقدر يصنع فرص لزملائه، صنع 6 فرص بمعدل فرصه كل مباراه. دقه تمريراته الارضيه 79%، 26 عرضيه، وده لاننا بنقول بيتحرك كتير جدا تحت راس الحربة، وساعات بيوصل يلعب جناح. العرضيات 26، المراوغات 9 من 18، رقم برضو كبير جدا. فقد الكره 59، سيرينو مع كيكانا مع زواني، ثلاثي رهيب جدا في خط هجوم سان داونز. بيتميزوا اذا قلنا سيرينو وزواني بالسرعه الرهيبه، خاصه زواني من اسرع اللاعبين بعد طبعا الجناح الايمن اللي هيغيب ان شاء الله، من اسرع اللاعبين في فريق سان داونز، وعانينا منه النادي الاهلي وعانينا منه منتخب مصر ايضا. فطبعا ثلاثي لازم ناخد بالنا منهم، وفكره ما نسيبش مساحات لكيكانا وسيرينو لصناعه التمرير الكره فارس. الصور دي هتعرض لنا ازاي انت هتقابل سان داونز بكره. سيرينو هو مهاجم بيتحرك وبيدخل مفوي في العمق كمهاجم تاني، زويني بيكون موجود على الجناح، وفي الجناح الايمن دايما بيكون مورينا لما غاب بيدخل مفوي او بيرجع، كمان بينزل موكيليتسي في اوقات كتيره جدا بيكون موجود هنا. ده سيرينو برضو اللامركزية بيتواجد، ده هنا هدف بيصنعه، هنا دي التلات أهداف اللي هو صنعها. بص مكان تواجده وهو مهاجم، والمفروض إن كمان هو تحركه دايما بينزل لتحت يا أحمد، بيسحب معاه المدافعين، وده للأسف بيحصل كتير جدا، إن أنت بتقع في فخ إن أنت بتتحرك مع سيرينو فبتخرج اوت اوف بوزيشن، فيبدا يدي مساحات. ده اللي بيحصل دايما من سورينو، هو بيلعب عشان دي، هو تصنيفه مهاجم انما هو طول الوقت ما بيتحركش تحركات مهاجم، وهو من اذكى اللاعبين في التحركات. لو رحنا للصوره اللي بعدها برضو هنا تحرك في العمق، هنا بقى بيتحول لصانع العاب بالمفهوم الكلاسيكي للاعب رقم 10، وبيصنع في العمق بتمريرات قاتلة. نروح للصورة اللي بعدها برضو على الطرف، احنا شفنا تحرك في اليمين، تحرك في الشمال، تحرك في العمق. التلات أهداف اللي صلاحهم سيرينو من التلات أهداف صناعة الكرات الهجومية لسان داونز. هنا بنشوف صنع الكرة من كانت ضربة ثابتة، اتحرك واستقبل بيجيب لها بالضربات الثابتة على 18 العرضيات. عايزين بقى نتكلم في حاجه، ده جاء الجول الثاني برضو، كان سيرينو هو اللي لعب الكره العرضيه، كان فاول حدود 18. مش عايزين نذكر الناس لكن لازم برضو عشان نتعلم من الاخطاء، بيلعب العرضيه طبعا دخلت في عمق المرمى وسجلوا منها الهدف الثاني. فلاعيب بيجيد جدا اللامركزيه، بيجيد جدا لعب الكره الثابته، بيجيد جدا صناعه اللعب، وعنده كوره بيقدر يراوغ، بيقدر يلعب السهل الممتنع في عمق مدافعي النادي الاهلي او الخصوم. ده احنا بنتكلم عن سان داونز بشكل واضح. قبل ما نروح للنادي الاهلي عايزين كمان ناكد على حاجه، سيرينو لما هو بيتحرك من مكانه دايما دايما فكره المان تو مان اتلغت من كره القدم، ولكن يوهان كرويف له مقوله مهمه جدا، ان كره القدم بتبقى في رجل اللاعبين وقت قصير جدا من المباراه، اغلب الوقت الكره بتبقى بتتحرك واللاعبين بدون كره، انت هتعمل ايه في الوقت اللي بدون كره فيه؟ هو ده التحرك الدفاعي مع لاعبي سان داونز، اللامركزيه، فخ صعب جدا، ازاي تتحرك مع اللاعبين اللي بيتحركوا دايما بلا مركزيه وتبادل المراكز. وحسنا ان زويني، رغم ان انا قلقان، زويني بيمر باسوأ مستوى ليه من ساعه ما لعب مع سان داونز. تخيل يا احمد في دور المجموعات 0 اهداف، 0 صناعه للاهداف، 0 خلق للفرص، زويني بيمر بحاله غريبه جدا، وهو من اكتر اللاعبين اللي انا كنت بخاف منهم، ويظل لاعب مهم. بس كره القدم بتبين لك في حاجه اسمها التوب لينكد، اكتر لاعبين بيمروا لبعض. السنه اللي فاتت كان سر تفوق سان داونز ان كان اكتر لاعبين بيمروا لبعض سيرينو وزويني، ده مش حاصل السنه دي، ولكن يبقى لاعب خطير. عايزين نستعرض ارقام ثانيه يا احمد قبل ما نروح لنقاط بقى ضعف سان داونز بعد ما شفنا نقاط قوته. احنا عايزين نتكلم بس عن فكره ان فرصه انك تلعب على ارضك هي فرصه لازم تستغلها. فكره ان انت تحاول او عدد محاولات على مرمى سان داونز مش بالامر السهل، سواء على ملعبك او خارج ملعبك، بيلعبوا كره حديثه جدا. فيا ريت مع عدد المحاولات اللي تقدر تصنعها في القاهره تقدر تستغل اكتر عدد منها. حابين نستعرض لقاءات سان داونز في المجموعه، المحاولات المنافسين على مرمى سان داونز سواء خارج او داخل المجموعه. ف دي طبعا معانا محاولات المنافسين على مرمى سان داونز على ملعبه، عدد محاولات اقصى محاولات ممكن توصل لها هي 6 محاولات، سواء بترو اتلتيكو واتحاد العاصمه او الوداد. فاذا قلنا ان بترو اتلتيكو واتحاد العاصمه مش بالفرق اللي ممكن يخافها سان داونز، فريق الوداد ايضا
كان 6 محاولات فقط لا غير، منهم 3 محاولات صحيحه، اتحاد العاصمه محاوله واحده صحيحه، بترو اتلتيكو محاولتين فقط لا غير من اصل 6. فرص محققه صعب جدا في ملعب جنوب افريقيا بتقدر تصنع فرص محققه، اتحاد العاصمه قدر يصنع منهم فرصتين وسجل هدف وانتهت المباراه 2-1 لصن داونز. لكن لما صن داونز بيخرج يلاقي الفرق خارج ملعبه، الفرق بتعمل ايه بالظبط كده؟ دي محاولات المنافسين على مرمى صن داونز خارج ملعبه، هتلاقي ان معدل 13-14، 14 لبترو اتلتيكو منهم 6 صحيحه لكن برضه فرصتين محققتين. اذا ممكن المحاولات دي تكون تصويبات من خارج ال 18 او من داخل ال 18 ولكنها مش بتوصل لمرحله انها فرصه محققه او بانها بتصنع خطوره كبيره على مرمى صن داونز وهو بيلعب خارج ملعبه. اتحاد العاصمه 13 محاوله 3 بس صحيحه، واحده فرصه محققه، وبالمناسبه قدر يفوز عليه صن داونز في الجزائر 1-0. الوداد المباراه اللي انتهت 0-0 قدر يعمل 14 محاوله على مرمى صن داونز منهم 6 صحيحه و2 فرص محققه. اعتقد تحديدا الفرص المحققه بتوضح قد ايه فكره الدفاع المنظم لصن داونز اللي بيبدا من الاثنين المهاجمين لانهم بيلعبوا كره حديثه، فيا ريت لاعبي النادي الاهلي يكونوا واخدين بالهم جدا، وده اللي اتكلم عنه رينيه فايلر، فكره التوفيق. ان شاء الله نقدر نصنع 16 و18 و20 محاوله على المرمى، لكن الدقه مدى كم مره هتلعب كره صحيحه على المرمى، كم مره يكون في شوت اون تارجت المطلوب، ولما تسدد على المرمى الدقه هتكون قد ايه. يا ريت كل التركيز من لاعبي الخط الامامي للنادي الاهلي وفكره التصويب على اونيانجو وانتظار اي كره ممكن تقع من ايد اونيانجو. مباراه صعبه جدا، فكره الفوز فيها وشباكك نظيفه هو الهدف الاسمى، فكره السكور والكلام ده كله مش موجود مع فريق زي صن داونز. هنتكلم بيها، ولكن عدد 13 و14 محاوله على مرمى صن داونز بغض النظر عن عدد المحاولات اون تارجت هو مدلول. انت تقدر توصل لمرمى صن داونز وده الحاجه رقم واحد اللي تخليك وانت نازل المباراه حاسس ان انت تقدر تصنع الفارق في المباراه دي، ولكن ان انت تستغل ده. صن داونز اتمنى فايلر وهو بيحب المدافعين اللي بيبنوا الهجمه، ربيعه اعتقد خيار اساسي ليه، اتمنى ياسر ابراهيم يكون موجود بكره. عندك فرصة إن علي معلول، لأن صن داونز بيكون عنده مشكلة في الجبهة اليمنى خصوصا مع غياب مورينا، أنت عندك الجبهة دي أيا كان اللي هيلعب ظهير أيمن هيكون لك تفوق فيها، معلول مهم. أتمنى وجود فتحي وأفضلية الخبرات في الظهير الأيمن، كمان لبوشا لو شفنا الأهداف اللي دخلت في صن داونز الثلاثة منهم كورتين عرضيتين من الجانب الأيمن واستغلال المسافة بين قلبين الدفاع. هنا بقى دي أهم نقطة ضعف صن داونز، صن داونز بيعمل حاجة كارثية في كرة القدم وهي إنه دايما منطقة زون 14 وهي زون 14 أخطر المناطق في كرة القدم بيسيبها فاضية. لو بصينا هنا اللاعب اللي عليه الدايرة في المنطقة زون 14 اللي هي تحت ثنائي الارتكاز وقدام قلبي الدفاع، اللاعب الخالي من الرقابة تماما، السلية بيجيد التسديد، الشناوي بيجيد التسديد، قفشه بيجيد التسديد، ديانج. لو جينا كمان لديانج الثلاثي ده بيجيد التسديد، كمان حاجه بطل يعملها حسين الشحات اتمنى يعملها بكره، الدخول للعمق ومحاوله التسديد في المنطقه دي. نروح للصوره اللي بعدها برضو هنلاقي رقابه كامله لبعض اللاعبين ودايما منطقه زون 14 ما فيهاش ارتداد، عيب قاتل لصن داونز. كارثة بتتكرر في الدوري، في الكاس، في دوري أبطال أفريقيا، دايما المنطقة دي فاضية. نروح للصورة الثالثة، هنا لاعب دايما خالي من الرقابة جاي برضو، لو شفنا بداية الهجمة عشان ما معناش الرايتس ان احنا نعرض بالفيديو كان جاي فاضي تماما يا احمد من نفس المنطقة، لو اي سكند بول رجعاله كان يقدر يصوبها بسهولة. بالعكس هو هنا خطأ ان هو دخل للاعبين المدافعين وبقى قريب على المسافه منهم، لو انتظر مكان الحكم كان انتظر السكند بول كان ممكن يكون الفرصه خطيره جدا. وده اللي احنا بنتكلم فيه، صن داونز فريق لازم تلعب انت كمان بلا مركزيه في الهجوم. اعتقد اجايه من اهم اللاعبين بكره، ده ضروري. اجايه دايما اكتر لاعب في النادي الاهلي بيتحرك بدون كوره، مهم جدا. قفشه دوره في المناطق انا حاجه بيفتقدها الاهلي، انا مش عايز قفشه طول الوقت يبقى في المنطقة ما بين الارتكاز قدامهم وبعيد جدا الجاب عن المهاجمين، لا أنا عايز قفشة يدخل لمناطق صن داونز يكمل في الهجمة، ده دور كان مهم جدا كان بيتعمل في الأهلي قبل كده. قفشة حتة التصويب مهم متاحة ليه بكرة، كمان قفشة دخوله بدور رقابة للمنطقة مهم جدا، لعب حسين الشحات للعمق
ايضا واستغلال المناطق الخاليه من الرقابه مهم جدا. اعتقد لو مروان محسن لعب لازم يكون له دور، وان كان المباراه بتميل لفكره اللامركزيه، فكره اللاعبين اللي بيتحركوا ما فيش حد بيقف بشكل ثابت في الهجوم عشان تخلق مساحات. هل تتوقع جيرالدو ام وليد سليمان اللي يبدا، ولا يبدا بمروان محسن؟ احنا خلاص قلنا عشان تلعب امام صن داونز لازم اجايه. طب اجايه في غياب رمضان صبحي وخروج كهربا خارج القائمه وعدم جاهزيته انه يلعب المباراه، هل ترشح جيرالدو وتكمل على ماتش السوبر برغم ان الفينش عنده ما كانش كويس جدا، وفي مباريات زي دي صعب جدا تقدر عدد فرص زي ده، ولا وليد سليمان وتلعب لغايه ال 60 دقيقه مع وليد بحيث تقدر لو قدرت تسجل تقدر بعد كده انت تتحكم في التغييرات؟ بص انا هقول لك بقى حاجه مختلفه خالص. احنا كتير جدا هنا كنا بنتكلم عن فكره التيمبو، السرعه. المباراه دي تحديدا مش من المباريات اللي انت محتاج تلعب فيها هاي تيمبو طول الوقت او لوقت كبير. صن داونز لياقه بدنيه عاليه مش جدا بس ومتميزين في الكره، بيحب الفريق بالزبط. اللي يلعب تيمبو سريع، فهتلاقي المباراه وارد جدا تكسب، بس هتلاقي مثلا نفسك بتعمل نتيجه 3-2، هتسجل وهتستقبل اهداف. هاو تو كنترول ذا تيمبو، دي قاعده لازم تفكر فيها مع الفرق اللي من النوعيه دي. هتقسم الفكره ازاي، هتتحكم في الايقاع، ولاعبين زي وليد سليمان مهمين جدا لده، لاعبين زي اجاييه مهمين جدا لده، زي لاعبين زي قفشه بالظبط يا احمد مهمين جدا لده، لاعبين زي جيرالدو انا ما بملش ليهم في الاحيان بتاعت لما انت تكون عايز تتحكم في التيمبو. جيرالدو مش بيقدر تكول داون ذا تيمبو، ما بيقدرش يهدي التيمبو، كل كره هتجيله هيفكر يروح بسرعه، هيفكر يخترق، هيفكر يلعب كره سريعه. اه ده مطلوب بس مش بعقليه ان انا بلعب ده طول الوقت. طبعا اختيارات فايلر وريده المعسكر وليده تحضيراته، ولكن اتمنى اجاييه يكون في مركز راس الحربه، واتمنى استغلال المنطقه اللي احنا قلنا عليها، تصويب او اختراقات للاعبين في المنطقه دي بدون رقابه، دي اهم حاجات ننتظر. اعتقد اتكلمنا في صن داونز بشكل مفصل وكبير جدا. اتمنى التوفيق يكون حليفنا ان شاء الله في مباراه بكره. انت كل الكره كلها احتمالات، وانت بتحط احتمالاتك كمدير فني، اهم حاجه التوفيق يكون مصاحبنا، وان شاء الله نستغل الفرص اللي ما قدرناش نستغلها في مباريات كتير اهدرنا بسببها بطولات. لكن نقطه اخيره بقى، حكم المباراه الحكم الكونغولي نداله مواليد 14 يونيو 1987، ده قاد مباراه للاهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا الحالية، وهي كانت أمام بلاتينيوم. النادي الأهلي ما أداش بشكل جيد، ولكن انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وكان في هدف، يعني في كلام كتير على صحته، احتسب تسلل كان ممكن يودي النادي الأهلي في مكان تاني خالص ويواجه النادي الأهلي خصم تاني خالص، ولكن الأمور مشت زي ما هي كده وبطلعنا تاني المجموعة. في فقل غير حسن واحد مع الحكم ده، رغم أنه على فكرة من الحكام المميزين. يعني أنا في رأيي هو حكم شخصيته داخل الملعب هاديه، نتائجه كويسه جدا مع صن داونز. لا مش كده، ده نتائج الفرق اللي اصحاب الارض، هو ثلاث مباريات اصحاب الارض ما كسبوش فيها. نتمنى ان النادي الاهلي يكسر الفرق. اعتقد مع المصري، المصري فازت 2-0. انا بتكلم في دوري الابطال ثلاث مباريات خلينا اصحاب الارض، خلينا نشوف حاجه نتفائل بيها، وهي ان مع النادي المصري فاز النادي المصري 2-0. احنا اللي هنكسر القاعده دي باذن الله في دوري الابطال نحقق البطوله. ويمكن فقل حسن على الفرق المصريه، الحكم ده ادار مباراه الزمالك والنجم الساحلي فقبل نهائي الكونفدراليه العام الماضي، وصعد نادي الزمالك برغم طرد جنش في اخر دقيقه، فان شاء الله يكون فقل حسن، وان شاء الله ربنا يوفقنا بكره. اعتقد نهينا على احنا نهينا صن داونز، يتبقى ان اللاعبين تؤدي مهمتها، يتبقى ان فايلر بكره التفاصيل والمباراه تحسم على جزئيات. اول حاجه بكره استغلال مناطق ضعف صن داونز، والاهم ان احنا يكون معانا التوفيق. نطلع نفاصل ونرجع لاخر فقراتنا ريمونتادا. اهلا بيكم وفقره ريمونتادا. طبعا زي ما انتم معتادين، الصوت لا يعلو على صوت صن داونز، ولكن في النهايه بعض الاراء وبعض التصريحات بتخرج عن النادي الاهلي بيجب معها وقفه، خاصه لما تطلع تصريحات بشكل منمق ومرتب واي حد بيسمعها ممكن يشعر فيها بالمصداقيه. فاحنا هنا بتكون دي التصريحات الخطيره. طبعا الزميل احمد عفيفي، طبعا معروف الزملكاوي الشهير وزميلنا الاعلامي، طلع بفيديو بعد
احداث مباراه القمه التي لم تلعب، واتكلم بشكل كبير جدا ووجه رسائل تخص النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. انا استعرضها نقطه نقطه او بعض النقاط هنقف عندها ونشوف الردود المنطقيه اللي احنا دايما بنتناولها هنا في ريمونتادا، ودايما مبدانا في ريمونتادا تناول بلا تطاول. نطلع نشوف اول نقطه اتكلم فيها الاستاذ احمد عفيفي ونرجع تاني. فلما انت تشوف مواقف زي دي وتشوف ناس بتعترض على حاجات زي مثلا لمسه اليد بتاعت احمد سامي اللي هي واحد فارد دراعه دي، وحاجات فضايح 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 تحكيميه يعني، تمام؟ ولما تشوفهم بيعترضوا على المواقف دي وعلى المواقف التحكيميه تقول ده عنده نظريه مؤامره. هل انت ما بتبصش في المرايه وانت خارج من فاينل تشامبيونز ليج 2017 مفيش ولا خطا تحكيمي ضدك وبتقول معلش اصل بكاري جسامه كانت في الماتش؟ يعني انا عندي نظريه مؤامره وانت اللي ما اتظلمتش تمام كده عشان كانت في الماتش؟ ما حسيتهاش لما رحت ماتش الترجي في رادس ما شطتش كوره على الجون ومفيش اي خطا تحكيمي ضدك وقلت انا خسرت الفعل فعل؟ انا اللي عندي نظريه مؤامره؟ انا اللي عندي نظريه مؤامره؟ يا راجل ده انا بكاري جسامه نفسه طرد لي علي جبر في ماتش النجم الساحلي اول خمس دقائق في ماتش كان هيبقى واحد من اعظم ان لم يكن كان هيبقى اعظم ماتش في تاريخ الانديه المصريه كلها، الناس لمت علي جبر. في ناس قالت كانت تعدي مش كانت تعدي، بس في الاخر المسؤوليه معظم الناس يعني كانت على علي جبر مش على بكاري جسام. خلينا نتكلم بهدوء ونقطه نقطه ونوضح نقطه مهمه جدا. فكره اطلاق شيء معين على العوام ده خطا مش ممكن ابدا، احنا نقع فيه هنا ان شاء الله، لان كل شخص بيحاسب على تصرفاته وعلى افكاره. ففكره ان انا اتكلم عن جمهور نادي الزمالك بشكل عام فده خطأ مش ممكن نقع فيه، فكرة إن حد تاني يتكلم عن جمهور النادي الأهلي بشكل عام فده خطأ برضو مش هنسمح إن حد يتكلم فيه، لأن الحقيقة إن أنت في ثقافات مختلفة في كل جمهور وفي كل فئة بتشجع النادي الأهلي، بتشجع نادي الزمالك، بتشجع في أي مكان في العالم أو بتنتمي لأي فصيل في العالم، فأعتقد فكرة التعميم دي فكرة خاطئة حتى تعميم هذا، لأن بيقولوا كل تعميم خاطئ حتى تعميم هذا. لكن الأستاذ أحمد عفيفي اتكلم في نقطة مهمة جدا هي فكرة نظرية المؤامرة، واتكلم عن فكرة إن أحمد سامي لمسة اليد الواضحة الصريحة دي لما أجي أشتكي يبقى أنا خاضع لنظرية المؤامرة إطلاقا. حقك. خطأ فادح من الحكم جهاد جريشة في مباراة الزمالك والمقصة. نظرية المؤامرة بتكمن في انك تقول ان الخطأ الفادح ده هو اللي ضيع عليا الدوري واهداه للنادي الاهلي برغم ان التنافس كان على المركز الثاني في الدوري ده. الاهم من ده انك تتجاهل تماما فكرة لو الخطأ ده كان ضدك بيمر مرور الكرام، وعندنا في نفس الموسم 2016-2017 وسبحان الله مع نفس الحكم ونفس الخطأ الفادح لمسة يد على دونجا في مباراة انتصر فيها الزمالك زي ما حضراتكم شايفين 1-0. المدافع اللي رفع الكرة مش ظاهر في الكادر، ما يعني ان في مسافة كبيرة جدا تسمح لدونجا ان هو يبعد ايده عن مسار الكرة. فده طبعا وكان الحكم جهاد جريشة وما كانش فيه اي لاعب بيحول الرؤية بين الكابتن جهاد جريشة ودونجا، على عكس ان كان فيه بعض او وقفة كابتن جهاد جريشة الخاطئة في مباراة الزمالك والمقصة خلت فيه لعيبة تحول الرؤية عن لمسة اليد الواضحة لأحمد سامي اللي كانت تستوجب ركلة ترجيح أو ركلة جزاء لنادي الزمالك كان ممكن يتعادل بيها ويعادل النتيجة 1-1 مع المقصة ويظل صراع المركز الثاني بينه وبين المقصة. لو أنت حطيت نقطة خطأ التحكيم اللي جات جريشة في ماتش المقصة في النقطة دي وفي الشكل ده وإنه مش استفادة للنادي الأهلي بالدوري، أنا مش هقول نظرية مؤامرة، بالعكس أنا نادي بحقك التحكيمي. أما فكرة تقول بكاري جسامة 2017 واتطرق ل 2018، أنا هتكلم عن الترجي في 2018. الكابتن محمود الخطيب كان له مداخلة واضحة وصريحة جدا هنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ بيحمل مجلس الإدارة المسؤولية وبيعد بيناير بصفقات تاريخية للنادي الأهلي وده اللي حصل. فاحنا بنشوف أخطائنا إيه وبنشتغل عليها، لكن أعتقد وقعت الرجاء الوداد تحديدا فارس ليك عندك ليك عليها تعقيب كبير. وقعت الوداد والاجتزاء، فكرة الاجتزاء أسهل شيء تبني بيه مغالطات منطقية وأنت بتتكلم تبان في ظاهرها الرحمة ولكن في باطنها العذاب. المغالطات في أن فيما يخص الترجي المباراة الخاصة بالنادي الأهلي في رادس كلنا أجمعنا أن هي واحدة من أسوأ مباريات النادي الأهلي إفريقيا في تاريخه.
على الجانب الآخر كان في شواهد دي اللي كنا بنتكلم فيها فيما يخص ملابسات التسخين عن النادي الأهلي وفي ملابسات مؤامرات حصلت وليد أزارو وتوجيه كلام لكارتيرون كمان أول مرة نشوف بيان بيخرج من الاتحاد الإفريقي أو كلام وتحذيرات زي دي. ده اللي اتكلم فيه الأهلاوية. أما فيما يخص الوداد فكان أنت نفسك لك رأي تاني في بكاري جسامة. وقبل ما نروح الرأي ده لازم نفتكر أن بكاري جسامة هو اللي الترجي قبل مباراته مع الوداد في العام اللي بعدها 2018 قدم بيان رسمي وتظلم رسمي للكاف بيتحتج فيه على تعيين بكاري جسامة. أعتقد ما كانش عنده نظرية مؤامرة وهو بيتكلم على حاجات على خلفية الظلم اللي تعرض ليه من خلال الوداد. فأعتقد إحنا هنا بنتحدث عن بكاري جسامة. لما يبقى نادي آخر يتحدث عن إن حكم ظلم النادي الأهلي فأعتقد لما الجمهور يكون عنده تحفظات ده بعيد تماما عن نظرية المؤامرة اللي بتكون هي افتراض أشياء وهمية. طيب هل أنت كنت بتفترض شيء وهمي؟ نشوف أحمد عفيفي نفسه قال إيه على بكاري جسامة في مباراة الأهلي والوداد. نطلع للفيديو. إيه اللي عمله بكاري جسامة في مباراة الأهلي والوداد في كازابلانكا؟ بكاري جسامة ظلم الأهلي ظلم ليفل 1 وقت ضايع بس، مفيش ولا قرار في الماتش أدى إلى تغيير النتيجة أو أدى إلى تغيير سير المباراة حتى كارت أحمر مثلا أو ما إلى ذلك. الوقت الضايع وبصراحة ليفل 1 وكان رخم. 3 دقايق مش فير والثلاث دقايق ما تلعبوش، يعني زهير العروبي حارس مرمى الوداد قعد في الثلاث دقايق دول دقيقة ونص تقريبا بيلعب ضربة مرمى. خطأ تأذى منه الأهلي لكن الخطأ ده ليفل كام؟ ليفل 1 ولا 2 ولا 3؟ بعيدا عن تصنيف درجة الخطأ اللي انت دايما كنت في كلامك بتتكلم ان الجزئيات الصغيرة بتغير مسار بطولات، واعتقد انت نفسك اللي احيانا لما بتحب تستخدم المبدأ ده في حاجة تخدم اهدافك بتتكلم بشكل مختلف تماما. بس مش دي بس التناقضات اللي في وجهة نظرك فيما يخص نوعية الخطأ وتصنيفه درجة أولى ولا تانية ولا تالتة. خلينا نكون متفقين إن أنا قلتها هنا قبل كده إن الشيطان يكمن في التفاصيل. وارد جدا حكم يلعب بذكاء عليك ويحجم لك المباراة، ده حقيقي بيحصل. وده لما إحنا نقوله وجانب من جماهير أو إعلاميين آخرين يرددوا نفس الكلام، وارد جدا مع بعض الحكام الأذكياء نتقبل الكلام ده وإنه كلام مش عيب يعني، او هو نظريه مؤامره، خاصه لو الكلام ده قاله الاستاذ احمد عفيفي نفسه بس لما كانت الكره مش معاه. نشوف فيديو الكابتن احمد عفيفي. محتاجين نسال نفسنا شويه اسئله. هل الحكم ظلم الزمالك؟ الاجابه طبعا. انا ما عنديش مشكله ان البس جون حتى بضربه جزاء غير صحيحه او اوفسايد ما هوش اوفسايد او اي قرار عكسي، لكن اكمل الماتش في اجواء عادله تديني فرصه اعوض. لكن اسوا انواع الظلم اني كحكم اسدها في وشك، أأكد لك طول الماتش مش هتكسب ولا حتى هتتعادل. كل كورة هتتضرب مش هحسب لك، وكل كورة هتستخلصها من الخصم هحسبها عليك. هخلي الكورة دايما في اتجاه مرماك وهديك انذارات تكتفك وهعامل لعبتك بشكل قذر ومش هكمل لك حتى الوقت الضايع. سبحان الله، ليفل 1 بقى هو أسوأ أنواع الظلم التحكيمي. ما عندوش مشكلة أنك تحسب عليه ركله جزاء او ان يدخل مرمى هدف من تسلل واضح، لكن عنده مشكله من فكره التحجيم اللي احنا بنتكلم فيها. والحقيقه هو محق في فكره التحجيم، لكن ليه مع نادي الزمالك شفتها انها اسوأ انواع الظلم ومع النادي الاهلي شفتها ان هي ليفل 1 والظلم كان في الوقت الضايع فقط لا غير، تحديدا مع بكاري جسامه وماتش الوداد اللي اعتقد كان له راي تاني. هو ده بقى المختلف، لأن أنت بما أنك دايماً بتروج لنظرية أن التفاصيل الصغيرة بتفرق في النتائج النهائية، وعلى فكرة أنا من المؤمنين بالقاعدة دي. طيب تعال نشوف الجمهور الأهلي اللي أنت شفت أن عنده مؤامرة، لأن كان فوز الوداد بالبطولة على حسابه لا يستدعي ده تماماً. رأيك فيما يخص لعبة في مباراة الذهاب أمام الوداد تخص أزارو كانت محل جدل كبير، البعض راح لآراء مختلفة، طب أنت كان رأيك فيها إيه؟ نشوف الفيديو. في يعني في بدايات وليد أزارو إن هو لسه على الفينش مش عاجبني، أنا مش عارف هينجح ولا لأ، بس في نقطة أنا عيني لم تخطئها أبداً. إيه هي؟ إن أي صراع على الكورة مع أي حد في أي مكان في الملعب هو أسبق.
انا هفكرك دلوقتي عشان اكد لك في جمله انا قلتها كتير جدا، اعتقد انك لازم تكون زهقت لان انا نفسي زهقت من كتر ما بقولها، لما قلت لك ان في مباراه الاهلي والوداد في برج العرب عشان عرف يسبق ويحط رجله الاول بدر جدارين باك ليفت الوداد شاط رجله ما شاطش الكوره فاستحق ضرب الجزاء وان لم تحتسب، لكنه استحقها. استحقها بايه؟ بان رجله كانت قبل الكوره بملكت سما، ما حسبش ضرب الجزاء واضحه لازارو دي في المباراه الاولى، واللقطات كان فيها بكاري جسامة بيحجم المباراة بكل الطرق الممكنة، وكمان الوقت بدل الضايع اللي ظلم فيه النادي الأهلي. تفاصيل الصغيرة دي لو احنا شفنا ان هي أثرت على النادي الأهلي يبقى احنا جمهور بيؤمن بنظرية المؤامرة. اعتقد اسهل كتير جدا ان انت تتحدث عن مؤامرات وهمية، ولكن صعب جدا ان انت تبقى بتنسى، لا بتتناسى اللي انت قلته قبل كده. بالمناسبة الفيديو ده بعد اللقاء الوداد الاهلي والوداد بشهرين تقريبا، وواضح جدا هو بيقول انا زهقت من كتر ما انا بكرر ان وليد ازارو ليه ركله جزاء في مباراة الوداد. اعتقد مباراة نهائية ركله جزاء ممكن تمنحك فرصة 2-1، اعتقد كانت تقدر تحسم البطولة وتلعب بشكل مختلف تماما في المغرب. ده بالنسبة لتصريحات التحكيم والمؤامرة الكونية، لكن كان في برضه بعض النقاط حابين نقف عندها. تعالوا نشوف الاستاذ احمد عفيفي قال ايه تاني ونرجع نعقب. انت رحت سان داونز قعدت قلت اصل اللعيبه ما خدتش فيتامينات، اللعيبه مش عارف ما عملتش ايه، يا بكاري جسامه. انا اللي عندي نظريه مؤامره؟ ولا انت اللي باد لوزر؟ ولا انت اللي كل ما تخسر تعمل مشكله؟ ولا انت اللي كل ما تخسر يبقى في سبب غير ان في حد عادي لعب احسن منك؟ يعني ليه انت دايما لما تكسب تقول للتاني عندك خلي عندك روح رياضيه؟ والاهلي وطبعا ايه المقوله الشهيره، اول ما تحصل اي مصيبه مثلا في الزمالك اتنين لعيبه اتخانقوا مع بعض، اتنين لعيبه مش عارف ايه، مدرب يتخانق مع مش عارف ايه، يقول لك اشياء لا تحدث في النادي الاهلي. المهم ان هو عنده في الاهلي بيحصل كل حاجه عادي جدا، بيحصل كل حاجه عادي جدا، بس هو ما اعرفش بيبقى مختفي في الوقت ده. لكن لما المشكله بتحصل في الزمالك يقول لك هذا لا يحدث الا في، وبعدين يقول لك مثلا ايه الموقف ده لو حصل في الاهلي كان الاهلي هو اللي عاقبه. انا عمري ما شفت الاهلي عاقب حد بصراحه، يعني مش فاكر الاهلي عاقب حد كان امتى. يعني الاهلي عقوباته دي اللي هي اللعيب مش مهم قوي مثلا فقوم مديله بتاعه حاجه ماديه كده وخلاص، يعني مش عارف. طب حصلت مصيبه اهو في الامارات، الاهلي عاقب مين؟ عاقب مين الاهلي؟ ولا هيعاقب حد، ولا هيعاقب حد. باد لوزر، انت كل ما تخسر تعمل مشكله، عندك ازمه في فكره العقوبه وتقول اشياء لا تحدث في النادي الاهلي، وانت عمرك ما عاقبت حد. انا متاكد ان لو جبنا الاستاذ احمد عفيفي نفسه قاعد مكاني هو هيراجع نفسه في الفيديو ده، لان الحقيقه تاريخ النادي الاهلي من العقوبات للاعبين المؤثرين اتكلمنا فيه مرارا وتكرارا، بدايه من الكابتن حسين حجازي ابو الكره المصريه. مش هتكلم في فكره كمان ايقاف لاعبين في 85 ونلعب بالناشئين امام الزمالك، لان ربما ده كان خطا داخلي بيحدث في النادي الاهلي. خلينا بس متفقين الاول ان النادي الاهلي زيه زي اي مؤسسه، وارد جدا يحصل فيها اخطاء، ده شيء طبيعي جدا لاننا في النهايه بشر، لكن احنا عندنا دايما في عقاب للخطا ده وبنسبه تتجاوز 90% بنعاقب الخطا. كابتن حسام حسن وما ادراك ما حسام حسن في التسعينات مشاده مع الكابتن نصر التليس تم ايقافه، والمدير الفني وقتها كلم الكابتن صالح سليم قال له النادي الاهلي ده راس الحربه الاهم ومش هقدر اخد الدوري لو تم ايقاف حسام حسن، قال له ما تاخدش الدوري وهوقف حسام حسن. كابتن ابراهيم حسن في واقع في المغرب وتعرض لاستفزازات جماهيريه كبيره جدا دفعته لسلوك غير رياضي قبل ما الطياره توصل مصر، كان الكابتن ابراهيم حسن تم ايقافه، وكتير جدا حصلت مع ابراهيم سعيد والكابتن عصام الحضري والكابتن محمد ابو تريكه. الاسماء اللي انا بقولها لكم دي اسماء اساطير، ما ينفعش تقول لاعب مؤثر او لاعب غير مؤثر. اما فكره الباد لوزر واللي حضرتك قسمتها ما بين جمهور ما بيتقبلش هزيمه ومجلس اداره وفلسفه نادي لا تتقبل هزيمه، انا لسه قايل لك ان الكابتن محمود الخطيب اعترف وعملنا صفقات في يناير بعد الهزيمه من الترجي المباراه اللي فعلا ما لعبناش عليها، ما شطناش كوره على المرمى، لكن ده ممكن يكون فلسفه نادي، لكن ده صعب جدا كمان تلاقيه موجود في فلسفه وثقافه الجماهير. عندنا فيديوهات اعتقد يا فارس بتتكلم عن فكرة الجماهير وقت الخسارة بتكون عاملة ازاي. استقبال النادي الاهلي في لحظة هي بيبان فيها عقلية الباد لوزر بجد. باد لوزر وده مفهوم انا شايفه من اخطر الحاجات اللي اتقالت على النادي الاهلي، لان سياقات النادي الاهلي تاريخيا كلها بتختلف عن فكرة ان هو الخاسر اللي ما بيتقبلش الخسارة، ما بيستوعبش أسبابها، فبالتالي الباد لوزر دايما ما بيصلحش من أسباب الخسارة عشان يحقق النجاح، ودي آخر حاجة بتحصل في النادي الأهلي وبتحصل في أندية
بتشوف العفاريت او السحر او اسباب غير طبيعيه هي اللي بتخليها تخسر. اعتقد دايما في قاعده بتقول ان الانسان احيانا يردد الاشياء التي يؤمن انها بداخله ليلصقها بالاخرين. نشوف جمهور النادي الاهلي في 2008 وهو بيستقبل فريق النادي الاهلي اللي كان في وضع صعب جدا، مش ابدا صفات الجمهور اللي عارف يعني ايه باد لوزر او دي عقليته انه يكون بالشكل ده. نطلع للفيديو. ده مجرد موقف، بس في مواقف تانية تبين لك قد ايه جمهور النادي الاهلي او عقلية النادي الاهلي، هي مش العقلية دي ابدا، هي عقليات اخرى اللي تقدر تصفها بكده وانت تدركها جيدا. حابين ناكد على حاجة فارس، ان تاريخ النادي الاهلي حافل بالمشاهد اللي زي دي من زمان جدا، ولكن احنا بنتكلم في التاريخ الحديث عشان كلنا واعيين عليه وكلنا شايفينه بشكل كويس. المشهد ده كنا راجعين سادس مركز في المركز السادس من كأس العالم للأندية، ودي كانت الجماهير اللي بتقابل النادي الأهلي وبتوصفهم بالأبطال، ده 2008. طب 2010 وانت بتخسر كأس مصر بركلات الترجيح، كان موقف الجماهير في استاد القاهرة ايه امام حرس الحدود؟ تعالوا نشوف. كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، محمد فضل مفيش مشكلة، اتفضل يا فضل مفيش مشكلة، هو الوحيد اللي أخطأ في ضربات الترجيح من نقطة الجزاء هو محمد فضل. أبو تريكة وبركات وائل جمعة وأحمد حسن الأربعة سجلوا، محمد فضل الوحيد اللي ما سجلش. في الجانب الآخر حرس الحدود الخمسة سجلوا، أحمد عبد الغني، أحمد حسن مكي، أحمد عيد عبد الملك، إسلام رمضان، وعبد الرحمن فاروق. هي كرة القدم، هي كرة القدم، لكن يحسب أكيد للفرقتين منتهى 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 الكفاح. أبو تريكة رايح لفضل يقول له ما فيش مشكلة، تعالى خلاص مش عايزين نعمل منها موضوع، مبروك خلاص الأهلي بطل الدوري، حرس حدود بطل الكاس، ما فيش مشكلة إطلاقا إطلاقا. مباراة في كرة القدم، مباراة في كرة القدم. فضل بيحيي الجماهير والجماهير بتحيي فضل، هو ده الجمهور العظيم، هو ده الجمهور العظيم اللي احنا بنطلبه دايما، الجمهور اللي يقف مع فرقته على الحلوة والمرة. والله هو ده فعلا الجمهور العظيم. محمد فضل اللي أهدر ركلة الترجيح اللي منحت البطولة للحرس، جماهير النادي الأهلي في عز قوة النادي الأهلي والتاريخ الأسطوري للنادي الأهلي بتنده على محمد فضل تحديدا عشان تواسيه، وده المشهد اللي عايز البعض يوصفه ان ده باد لوزر. حاجة تانية مختلفة تماما، مباراة سان داونز الأخيرة في استاد برج العرب دي بتبين لك يعني ايه تحت ضغوط الموقف الصعب تتعامل كجمهور يعي جيدا ان هو دور في تحقيق الأهداف وعدم الدخول في مؤامرات تستهلك منه. انت خسران هناك بنتيجة تقيلة، الجمهور في الملعب بعدد كان كبير، ما قدرتش تصعد، كنت مشحون نفسيا، سهل جدا تبدا تخرج عن السياق، تهاجم لاعبتك او تهاجم تبدا تخرج بسلوكيات غير منضبطه، ولكن جمهور الاهلي في اللحظه دي بين يعني ايه انا بعد فتره نتيجه المشهد ده هاخد الدوري في وقت انت اكيد فاكر يا احمد قد ايه كان صعب. رجعنا انتصارات، النادي الاهلي حقق بطوله الدوري اللي كانت صعبه جدا، عارف ليه؟ عشان النادي الاهلي عمره ما كان باد لوزر. نشوف الفيديو. هذه عقلية جماهير لا يمتلكها البعض،
عقلية جماهير بتحطنا في حتة تانية. جمهور النادي الأهلي هو أول حد كان عارف الإصلاح إزاي. ولكن مش بس يا أحمد، الجمهور اللي كان طول الوقت بياخد قرارات حتى أيا كانت نتائجها، من صفات الباد لوزر إنه هو لما تيجي نتائج قراره يسوء يبدأ يتخذ قرارات سريعة توديه لمشكلة أكبر، وده عمره ما كانت صفات النادي الأهلي. حابين نوضح طبعا إن احنا تناولنا فكرة الباد لوزر، شفنا اللاعبين، شفنا الجماهير، هننتقل اكيد على مستوى الادارات برغم ان انا اتكلمت عن الهزيمه بعد من الترجي في النهائي، لكن في نقطه مهمه جدا، اكيد اكيد في مشاهد سلبيه ممكن نشوفها على مر التاريخ، وده اللي احنا قلناه، مفيش تعميم على جماهير الاهلي ولا تعميم على جماهير الزمالك، لكن احنا هنا بنرفض اي مشاهد او سلوكيات سلبيه، والتاريخ بتاع النادي الاهلي بيحفل بالمشاهد الايجابيه. لكن تعالوا نشوفوا احمد عفيف نفسه وهو بيتكلم عن المقارنات في فكره النادي الاهلي ونادي الزمالك، بيقول يعني النادي الاهلي. بعد رحيل التوأم حسام وابراهيم حسن من الاهلي وراحوا الزمالك، الاهلي قعد 4 سنين ما بياخدش الدوري، هل ده شيء طبيعي بالنسبه للاهلي او في الاوساط الاهلاويه؟ لا، ده شيء مش طبيعي. طيب النتيجه ايه؟ الاهلي حاول يستعيد تاني حسام وابراهيم، هل فكر في انه يستعيد تاني حسام وابراهيم؟ لا. ليه؟ لانه بيثق في الاليه اللي بناء عليها اتخذ القرار. سيبك من القرار نفسه، القرار ممكن يبقى غلط بالمناسبه، يعني ممكن يكون القرار ده غلط او صح، سيبك من القرار خالص، الاليه اللي اتخذ بناء عليها القرار هو التزم بيها. بعد ما التزم بيها عمل ايه؟ نزف، وبعد ما نزف عمل ايه؟ قاوم، وبعد ما قاوم عمل ايه؟ استعاد نفسه، وبعد ما استعاد نفسه عمل ايه؟ تسيد. الموضوع بمنتهى البساطه. ولكن تعالى نفترض الافتراض العكسي، انا خدت قرار بناء على انفعال، بعدين انا حسيت ان القرار غلط، قمت راجع في القرار، بعدين قمت واخد قرار تاني، بعدين قمت راجع في القرار التاني، هتبوظ منك خالص وهديكم سائل تاني. في 2008 كان في القيادة الفنية لنادي الزمالك الكابتن أحمد رفعت، طبعا بنتمنى له الشفاء والسلامة، أحد رموز نادي الزمالك، والكابتن أحمد رمزي. أحمد رفعت وأحمد رمزي مع حفظ الألقاب طبعا للجميع، قرروا في لحظة ما إن هم لازم يجددوا الوشوش، لأن الوشوش اللي موجودة أدمنت الهزيمة. حصل إيه؟ صعد أحمد المرغني، صعد حازم إمام، صعد علاء علي، كان ساعتها الزمالك تعاقد مع صبري رحيل وكان عامل انطلاقة مميزة جدا، ولعب الزمالك بتشكيلة كانت غريبة جدا على جمهوره، ما كانش فيها تقريبا حد من الأسماء المعروفة قوي، النجوم المعروفين قوي، غير عبد الواحد السيد حارس مرمى، هاني سعيد في نص الملعب، وعبد الحليم علي في الهجوم. ليه؟ لان هم دول اللي كانوا قادرين يلعبوا ويفيدوا الفرقه، مش لانهم اصحاب تاريخ. الفرقه دي كان فيها زي ما قلت المرغني وحازم امام وعلاء علي، كان فارود جنب عبد الحليم علي، كان بيلعب شريف اشرف. الفرقه دي عملت دور تاني كان مميز جدا، واتذكر ان هم لعبوا مباراه في الدور التاني امام الاهلي، كانت مباراه هايله. لو تفتكروا المباراه الاولى لحازم امام اللي هو رقص فيها احمد السيد ورقص جيلبرتو، اعتقد ممكن نفتكر الماتش دوت. تمام تمام، اذا انت ناهي دور تاني كويس، يفترض انك مشيت على الخط وهتكمل عليه. حصل ايه بقى في الصيف؟ حصلت كاس القارات، سافر منتخب الكابتن حسن شحاته ماتش كبير جدا مع البرازيل، كسب ايطاليا ثم خسر من امريكا ورجع، لكن رجع بعد ما عمل بطوله مميزه. مين بقى ليبرو منتخب حسن شحاته؟ هاني سعيد. اللي انا بلعب بيه ايه؟ هاف ديفندر. هل انا التزمت بقناعتي ان هاني سعيد مفيد بالنسبه لي كهاف ديفندر؟ لا. ميشيل دوكاستال المدرب السويسري وقتها نادي الزمالك ضعف امام زهوه هاني سعيد الليبرو اللي راجع مع الكابتن حسن شحاته، رجع بيه ليبرو واستعاد الزمالك عمرو زكي وميدو، وعمل حاجه تانية خالص عكس القناعه اللي انهى بيها الموسم. النتيجه كانت ايه؟ النتيجه كانت انهيار، انهيار كامل. اذا انت محتاج اولا تبقى قوي امام القرار العاطفي، وانت بتختار مالكش دعوه مين بيحب مين بيكره، مين ابن النادي مين مولود في النادي. اعتقد شهاده من احمد عفيف نفسه تجاه اليه النادي الاهلي على مدار او تعاقب الادارات والمواقف اللي بياخذها النادي الاهلي، وبكده يكون وضحنا ان فكره الباد لوزر سواء لاعبين او جماهير او مجلس اداره مش ممكن ابدا يطلقها الكابتن او الاستاذ احمد عفيف بشكل عام على النادي الاهلي. الاخطر يا احمد حاجه كانت مهمه جدا في كلام عفيفي، مش هتولع في الفيديو، ولكن هي مكمله لكل السياق اللي قلناه في الحلقه، وده اللي اكدنا عليه، فكره ان نادي الزمالك انسحب، ما النادي الاهلي كتير انسحب، ففين المشكله في نادي الزمالك؟ صدقني دي اكبر واحده من المغالطات اللي انت قلتها في حياتك، واسقاط ليس له اي محل، لان انت قلت موقف النادي الزمالك ان هو ما كانش هيروح وايه المشكله. لا، الزمالك حاليا بيطالب
بنقاط المباراة إن هي لا تحصم منه، وبيتكلم إن هو معرفش يروح. إذن أنت أصلا بنيت دفاعاتك على موقف مخالف للموقف الرسمي لنادي الزمالك، وده شيء كارثي في بناء الرأي ووجهة النظر. كمان في فرق جدا لو تفتكر في مباراة بيراميدز اللي كانت اتغيرت من الدوري عشان نلعبها في الكاس، والنادي الأهلي خد موقف. مباراة الزمالك اللي النادي الأهلي كان حريص جدا إن هي تتلعب في بداية الدوري في موعدها، لما أجلت واتلعبت دلوقتي كمان في المرة دي كان نادي الزمالك مش عايز يلعبها. كمان لو نفتكر النادي الأهلي لما أصر إن نهاية الدوري يكون قبل بطولة الأمم، وكان ليه موقف واضح ورجع إعلام الزمالك بعد ما كان بيهاجم النادي الأهلي، قال كان لازم البطولة تنتهي قبل كأس الأمم. ده اللي احنا عرضناه في موقف الترام يا أحمد وفي موقف النادي المصري. قرارات النادي الأهلي ومجالس إدارته هي قرارات مؤسسية، عشان كده بيكون موقفك قوي فيها، وده سبب إنك بتنتصر، مش الأسباب أبدا اللي انت قلتها. بعيدا عن كل ده هيبقى حلم بكرة اللي هو هيخلينا فعلا نفسيا نعرف كل الناس ايه الفرق ما بين النادي الأهلي وبين أي حد تاني. يبقى هو الحلم أفريقيا يا أهلي، سيبقى الحلم أفريقيا يا أهلي حتى نرفع كأس الأميرة الأفريقية.